إذا نبدأ. أولا أود أن قبل أن نبدأ مناظرتنا أود أن أعتذر للجميع على هذا التأخير الخارج عن إرادتنا ولسبب بعض الإكراهات. فمرحبا مرة أخرى بالجميع في هذه المناظرة بين الأخ رشيد والشيخ محمد الفزازي. عنوان المناظرة هو: هل هناك إعجاز علمي في تطور الأجنة في القرآن والسنة؟ اتفقنا على أن تكون المناظرة في ساعتين، الساعة الأولى طول مداخلاتها 10 دقائق بالتناوب، والساعة الثانية ستكون المداخلات فيها 5 دقائق بالتناوب أيضا. عندما ينتهي وقت كل مداخلة سأنبه صاحب المداخلة لذلك، وإن لم يلتزم بالوقت سأسكت لاقطة. فالكل متفق على هذه الشروط، وأول مداخلة كما اتفقنا ستكون للأخ رشيد، فيتفضل مشكورا. أول مداخلة 10 دقائق. أولا أحييك الأخ هشام على استضافة هذه المناظرة المهمة، وأحيي الشيخ الفيزازي، وأحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على البالتوك أو غيره من هذه الوسائل. الموضوع كما اتفقنا عليه، هل هناك إعجاز علمي في تطور الأجنة في القرآن والسنة؟ ودعني في البداية أقول بأن ليس هناك أي إعجاز في القرآن. الإعجاز القرآني المزعوم هو عبارة عن إزعاج وليس إعجاز، إزعاج علمي، لأن الغرب والذين نطلق عليهم اسم الكفار يخترعون ما ينفع البشرية من في الطب وفي مجالات التكنولوجيا، منها التي نستخدمها الآن في هذه المناظرة، ويخترعون أشياء كثيرة مثل الإنترنت، مثل مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا الأمر ننتفع به، لكن ماذا أخرج لنا دعاة الإعجاز من القرآن؟ لا شيء، مجرد كلام ولي أعناق النصوص حتى يقولوا لنا أن هذا الأمر موجود عندنا في القرآن. في الحقيقة يذكرني دعاة الإعجاز بالطالب الكسول. الطالب الكسول ينتظر حتى يقوم الطالب المجتهد بالبحث وبتقديم معلومتي أمام الناس أجمعين، فيقول: لقد كنت أريد أن أقول هذا الكلام. دعاة الإعجاز يشبهون الطالب الكسول. وأود أن أنبه إلى مسألة أخرى، أن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ماذا قدم القرآن من علم للعالم أجمع؟ هل أخرجت لنا أي نظرية من القرآن وانتفع بها الناس؟ مثلا احنا موضوعنا عن الطب في هذه المناظرة، جوائز نوبل في الطب والفيزيولوجي تسلمها 214 شخص لحد 2016، ولا مسلم واحد ضمن هؤلاء. لو كان في القرآن إعجاز علمي، لو كان فيه علم مش حتى إعجاز علمي، لكان المسلمون قد قدموا للناس نظريات واستفاد منها العالم، ولقدموا القرآن كوثيقة علمية للناس يقولون لهم أن هذا الكتاب قد سبقكم أجمعين في النظريات الطبية، فأعطوه جائزة نوبل، لكن لا يستطيع. وحتى في الجامعات الإسلامية، مثلا جامعات الطب في المغرب وجامعات الطب في تونس وجامعات، لا تدرس الآيات القرآنية، لا تدرس النطفة والمضغة أو العلقة والمضغة والعظام واللحم والخلق الآخر، لا يدرسون هذه المراحل، بل يدرسون الطب الحقيقي للطلبة. لو كانوا درسوا لهم هذه الأشياء لكنا رأينا كوارث في العالم الإسلامي أكثر من التي نراها. سؤال آخر: هل هناك كلمة إعجاز أصلاً في القرآن؟ لم ترد كلمة إعجاز، ولم ترد في الحديث كلمة معجزة. هل تحدث القرآن بالتفصيل عن هذه الأمور؟ لم يتحدث القرآن. القرآن ذكر أشياء نراها عيانا بالعيان. مثلا أنا أعطيكم بعض الأمثلة، واسمحوا لي أن أستخدم بعض الإيضاحات حتى يرى الناس الأمور التي أتحدث عنها. مثلا
موضوعنا هل هناك إعجاز علمي في تطور الأجنة في القرآن والسنة؟ مثلا القرآن يقول في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فلينظر الإنسان، معناها أنه أشياء قابلة للنظر، ولذلك القرآن تحدث عن أشياء يراها الإنسان، تحدث عن نطفة المني وهو شيء يراه الإنسان، تحدث عن العلقة وهي الدم، والنساء اللواتي يسقطن الجنين يرين دما، وتحدث عن المضغة وهي قطعة اللحم، وكم من امرأة أسقطت جنينا وقالت بأني أسقطته يشبه قطعة اللحم. فالقرآن لم يتحدث عن أشياء يمكن أن يعني نسميها علما، هي أشياء تتحدث عنها الجدات وتتحدث عنها النساء، ولم يقدم أي شيء جديد، لدرجة أن العرب المعاصرون للقرآن قالوا أنه أساطير الأولين، يعني أشياء معروفة عند الجميع. وقد ذكر القرآن هذا الكلام في سورة الأنفال، ممكن أضع الآية على الشاشة حتى يراها المتابعون: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذه الأمور كانت معروفة عند العرب ومعروفة عند الأمم الذين سبقوهم، لقد سبقهم اليونان في التشريح الطبي، سبقوهم في أشياء كثيرة. القرآن لم يقدم لنا علما، فكم بالأحرى أن نقول أنه إعجاز علمي. شيء آخر أتحدث عنه في هذه المناظرة: لو تأملنا هذه الآية التي هي محور دعاة الإعجاز ويرتكزون عليها، وهي في سورة المؤمنون الآية 12 إلى 14: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الخطأ، في أخطاء في الحقيقة في القرآن، وليس هناك إعجاز، هناك أخطاء علمية كثيرة، سأذكر في مداخلاتي بالتتابع وأركز على مرحلة حتى نستفيد جميعا. مرحلة المني، القرآن يتحدث عن المني، هل الحديث عن المني معجزة؟ أليس هذا شيء طبيعي يعرفه كل إنسان؟ هل ذكر مرحلة المني معجزة في حد ذاته؟ لا. والقرآن مع ذلك ارتكب أخطاء في هذه المرحلة. سأعطيكم الخطأ الأول في هذه المرحلة. يقول القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء ضافق، ماء الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب. ما معنى بين الصلب والترائب؟ الصلب هو الظهر، ولذلك العرب كانوا يقولون قبل القرآن: فلان من صلب فلان، يعني من ظهره. كانوا يعتقدون أن المني أو يخلق الإنسان من ظهر والده، المني ينبع من الظهر، ولذلك نجد حتى في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. رغم أن سياق الآية كان يتحدث عن شيء آخر، لكن يعكس أن العرب كانوا يعتقدون والقرآن كذلك أن المني يأتي من ظهر الرجل. هناك مشكلة، أين دور الخصيتين؟ لم يذكر القرآن الخصيتين، والحيوانات المنوية لا تأتي من الظهر أبدا، ولا يأتي المني أصلا من الظهر، بل تأتي الحيوانات المنوية من الخصيتين. هذا رسم بياني توضيحي. هناك الحويصلة المنوية، و70% من المني يأتي، أو من الماء يأتي من الحويصلة المنوية. هناك غدة كوبر تساهم بقليل من الماء، وهناك غدة البروستات تساهم بحوالي 30%، وهناك الخصيتان، والحيوانات المنوية تأتي من الخصيتين، وهي تساهم بحوالي 1 إلى 5% من
الماء الذي نطلق أو يطلق عليه القرآن ماء الرجل. إذن الشيخ ينبغي أن يقول لنا هل القرآن أصاب حين قال أن الماء يخرج ماء ضافق من الصلب والترائب، والترائب هي صدر المرأة، هي موضع القلادة كما قال المفسرون، فهل فعلا يأتي الماء من صدر المرأة؟ أليس هذا خطأ علمي؟ فكيف يدعون أنه إعجاز أصلا؟ هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن القرآن يتحدث عن ماء الرجل وماء المرأة، يقول إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. وفي الحقيقة هذا شيء عجيب نجده حتى في الأحاديث، يقول في صحيح مسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر، يعني صار المولود ذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنت بإذن الله، يعني صار المولود أنثى. وفي الحقيقة هذا مضحك، لو سمعه طالب طب لانفجر ضاحكا، ويقولون أن هذا إعجاز علمي. هذا هراء علمي، هذا هراء. انتهى الوقت، انتهى الوقت. ينطق به محمد وينطق به القرآن، وسأكمل في مداخل الله. أوكي، شكرا الأخ رشيد. الآن مداخلة الشيخ محمد الفيزازي مدتها 10 دقائق، تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله مولاه وعلى آله ومن والاه. ما بعد، تحية لكل المتابعين لهذه المناظرة التي تجمع بيني وبين الأخ رشيد حول الموضوع الذي تفضلتم بطرحه قبل قليل، هل هناك إعجاز علمي في تطور الأجنة في الكتاب والسنة؟ ويسرني جدا أن أفتتح هذه المناظرة بقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي قراءة أخرى متم النور ولو كره الكافرون. فما يطرحه رشيد وطرحه منذ زمن وطرحه أساتذته من قبل وسيطرحه آخرون من بعد، إنما هي إرادة يريدون، ولن تتحقق هذه الإرادة أبدا، لأن نور الله عز وجل أبى إلا أن يتمه ولو كره الكافرون. واستعمل القرآن الكريم الإطفاء ولم يستعمل الإخماد، لأن الإطفاء يصلح للقليل والكثير من اللهب أو النار، في حين الإخماد خاصة بالكثير. ونور الله هو الإسلام والقرآن الكريم، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حجج الله الدامغة، وهو إبطال الحق إلى غير ذلك، إبطال الباطل وإحقاق الحق، أو أقول إبطال الحق، لأن أعداء الدين يريدون إبطال الحق، يريدون ليطفئوا نور الله. ثم استعمل الله عز وجل هذه اللفظة الدقيقة بأفواههم، ليست لهم خراطيم وليست لهم مروحات وليست لهم، لا، بأفواههم نور الله الذي يطفأ أو يراد أن يطفأ بالفم مسألة يعني هزلية. ثم يقول والله متم النور ولو كره الكافرون، فليعلم إذن الكافرون أن الله متم نوره. وأنا في هذه المناظرة أسأل الله تعالى أن أكون لبنة في بناء إتمام نور الله عز وجل ودعوة إلى الحق سبحانه وتعالى. إن هناك من يبتغي الظلام للتخلص وللاختفاء، لو شاء الله عز وجل حتى لا تفضح سوءتهم يريدون الظلام. وفي الآية تشبيه المعقول بالمحسوس، إذ قال بأفواههم تماما كما يقول رشيد، ليس له سوى فمه، ليس له سوى فمه، ثم هو نور الله إضافة تشريف، فمن يملك إطفاء نور الله؟ يريدون، إنها إرادة، والله متم النور جملة اسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام. يا رشيد، إن ثبوت هذا الإتمام آكد وسيستمر وسيستقر إلى يوم الدين. الكراهية تبعث على إحداث العراقيل والتضليلات والمكر والخديعة والكيد، تماما كما سمعت قبل قليل حيث تحدث رشيد عن الإزعاج وليس عن الإعجاز. أحب أن أقول
لرشيد ومن على شاكلته إن القرآن الكريم ليس كتاب طب، وليس كتاب صيدلة ولا هندسة ولا جيولوجيا ولا رياضيات ولا غيرها. إن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب رياضيات وميتافيزيقيا وما إلى ذلك. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لم يقل إن هذا القرآن جاء ليحلل نظريات معينة في الطب أو في الهندسة أو في غيرها، أو لينجز عمليات في المعادلات وما إلى ذلك الرياضية. فقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، لا يجعل منه كتاب حساب. إذن لكنه قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا يشير إشارات علمية، ولكن التفصيل يدفع أهل الإيمان لدراسة التفصيلات في شتى العلوم والمعارف. كتاب الله كتاب هداية، نعم، لكن لا يخلو من إشارات شتى أو لشتى العلوم والحقائق. نحن أمام إشارات وليس أمام تحقيقات تفصيلية. وأحيانا إشارات فيها تفصيل معين ودقة فائقة معجزة يستحيل أن يعارضها العلم، وهنا يأتي التحدي. والتحدي ينطوي على معنى الإعجاز، ردا على قول رشيد بأن لفظ الإعجاز أصلا غير موجود لا في كتاب ولا في سنة. إن لم يكن هناك لفظ الإعجاز فمعناه موجود، والمعنى الأساسي الذي يقوم عليه الإعجاز هو معنى التحدي. وأحيانا إذن هناك إشارات فيها تفصيل معين ودقة فائقة معجزة يستحيل أن يعارضها العلم، وهنا الإعجاز يستحيل أن يعارضها العلم. وهنا يأتي الإعجاز، وهنا يأتي أيضا التحدي. والتحدي ينطوي على معنى الإعجاز المأخوذ من عجز، العجز والإفحام. فأنا إذا قرأت القرآن على رشيد وعلى أضرابه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إعجاز، لا يستطيع فلان ولا علان أن يأتي بمثله. لا، إن التحدي، يعني إنه التحدي. ثم تنازل القرآن عن هذا المطلب، مثل هذا القرآن، لا، قال: إلى المطالبة فقط بالإتيان بعشر سور من مثله فقط. فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل إن افتريته. وأنا سمعت من رشيد ألف مرة أنه يقول: ما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وكتبه واختلقه وألفه من عنده. إذن الكلام موجه إليك يا رشيد ولأمثالك: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لا مش غير أنتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم يتنازل القرآن أكثر وأكثر وأكثر ويتحدى بصورة واحدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله. لم يقل لك فأتي بصورة مثل البقرة أو آل عمران أو النساء، لا، بصورة من مثله، بهذه النكرة، حتى ولو كانت مثل سورة الكوثر. إذن يا رشيد أنت تلبس على الناس عندما تشير إلى أن القرآن ليس كتاب علم. نعم، إنه كتاب علم رباني، ذلك العلم الذي يسمى الهدى، ولكن ليس ذلك العلم الآخر الذي هو مطلوب أيضا شرعا لإقامة حياة إنسانية أفضل. كثيرا ما تغني عن وتدندن حول الغرب: الغرب الكافر، العلم يعني هو الذي وصنع، والكمبيوتر والتليفون والسيارة وما إلى ذلك، هذه المنتوجات التكنولوجية، الغرب ماذا فعل المسلمون؟ اعلم أن الإنتاج العلمي، اعلم أن الصناعة والتقنيات والتكنولوجيا
نتاج إنساني لا علاقة له بكفر ولا إيمان. اعلم أن البحث العلمي لا علاقة له بشرق ولا غرب، فالشرق اليابان وكوريا والصين راحوا بعيدا في عالم التقنيات والتكنولوجيا، ومع ذلك يعني لا نقول بأن الكفر هو الذي يصنع وأن الإيمان هو الذي، وإلا سأنتقل بك إلى زيمبابوي وإلى إثيوبيا وإلى البلدان النصرانية المسيحية التي يعشش الذباب في أنوفهم وآذانهم، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء والابتلاء والوباء، لكن لا أقول إنهم كذلك لأنهم مسيحيون، كما أنني لا أقول إن الكنديين أو الأمريكيين هم كذلك في عالم التكنولوجيا وما إلى ذلك لأنهم نصارى، لا لا نقول هذا، بل ومع ذلك لا تظن أن الغرب قد راح بعيدا في عالم السعادة والاطمئنان. الأسر متفككة، يعني الإجرام على مثلا اغتصاب 1.3 في أمريكا في الدقيقة، 78 امرأة تغتصب في كل دقيقة في أمريكا، وما إلى ذلك من جرائم لا أول لها ولا آخر، جرائم إنسانية حقيقية عندك في الغرب يا رشيد، الذين قتلوا في المغرب وفي الجزائر وفي العالم الإسلامي كله، الغرب الذين قتلوا أنفسهم في الحروب العالمية وما إلى ذلك، الغرب الذين دمروا هيروشيما وناكازاكي بالنووي بالقنابل الذرية، الغرب الذين قتلوا أطفال العراق، الغرب الذين زرعوا الكيان الصهيوني في فلسطين، الغرب. فلا تسوق صورة شيخ وردية محمد حزازي للغرب. اعلم انتهى الوقت، انتهى الوقت، شكرا. جيد، إذا المداخلة الثانية طولها 10 دقائق مع الأخ رشيد، تفضل. لقد رأيتم كيف أن الشيخ كعادتي بعادتي يتجنب الموضوع المطروح ويذهب إلى مواضيع جانبية، لكن لن أقع في هذا الفخ. الشيخ لم يجب على قول القرآن أن الماء ماء الرجل من ظهره، هو مطالب إذا كان هذا القرآن ليس كتاب علم ولكن فيه إشارات علمية وفيه كلام معجز علميا، عليه أن يجيب على هذه الأخطاء. كيف أخطأ وردد ما كان يقوله العامة من الناس من صلبه، من صلبه، فقال بأن الإنسان يخلق من ماء ضافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا خطأ فادح وليس كلام رباني. دعك من أنه يتحداني أن آتي بصورة من مثله، التحدي القرآن المزعوم هو كان رد على تحدي العرب، لقد تحدوا أن يأتي بآية، تحدوا محمدا أن يأتي بآية، فما أتاهم بآية وصار يتحدى بصور من هنا ومن هناك، بل قال لهم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. احتج، صار يأتي بحجج واهية لكي يتجنب التحدي. آتي إلى الخطأ الثاني. الخطأ الثاني أن القرآن والحديث يتحدثان عن ماء الرجل وماء المرأة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة مختلطة. النطفة الأمشاج يعني قطرة ماء مختلطة، قطرة ماء مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. انظروا هذا الحديث الصحيح، يقول ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل المرأة أذكر صار المولود ذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنت بإذن الله. أسأل الشيخ الفزازي، هل عندما يعلو مني الرجل مني المرأة يصير المولود ذكر؟ هل تصدق هذا الهراء؟ هل إذا على مني المرأة مني الرجل، إذا جاز هذا التعبير أصلا؟ لأن المرأة ليس لها مني بل إفرازات مهبلية تسهل العلاج، لا علاقة لها أصلا بالإخصاب وبالبويضة. المرأة تطلق بويضة، تطلق بويضة لا علاقة لها بالجماع، قد تطلقها في أي يوم ما بين اليوم 9 إلى اليوم 21 من دورتها الشهرية، تطلق البويضة والبويضة تبقى 24 ساعة تنتظر إذا حصل جماع وحصل تلقيح للبويضة، إذن
سيكون هناك حمل، وإذا لم يحصل تتحلل وخلاص انتهى هذا الأمر. فإذا لا يوجد ماء المرأة لا علاقة له بالولد إطلاقا، فكم بالأحرى أن يكون له علاقة بأن يصير ذكر أو أنثى. أضع للمشاهدين فقط حتى يستفيدوا من هذه المناظرة، حتى لا تكون كلام هذا المبيض وتخرج البويضة من هنا لا علاقة لها بالجماع، تخرج البويضة بدون جماع، تخرج وتنتظر 24 ساعة، فإذا تم تلقيحها تكون في قناة فالوب، ثم تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربع وهكذا دواليك، ثم تلتصق بجدار الرحم هنا، وتأخذ هذه المدة حوالي أسبوع، حوالي أسبوع حتى يتم هذا الأمر. أين دور مني المرأة ومني المرأة أصفر ومني الرجل أبيض؟ لا علاقة له بماء الرجل أصلاً. أنا قلت أن الحيوانات المنوية تشكل من 1 إلى 5%، الباقي هو عبارة عن ماء يتكون من أحماض ومن فيتامينات ومن أنزيمات ومن زنك ومن إلى آخره بروتينات إلى آخر ذلك. تخصيب البويضة لا علاقة له بماء الرجل وماء المرأة بالشكل الذي ذكره القرآن. الشيء الآخر، تعال نشوف المرحلة الأولى التي هي مرحلة المني. 40 يوم يقول الحديث، كم تكون؟ عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثله، يعني 40 يوم أخرى 80، ثم يكون مضغة مثله يعني 40 أخرى 120، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ أو ينفخ فيه الروح. في حديث آخر، إذا مر بالنطفتان 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ لاحظوا، بعد 42 يوم سيتساءل الملك ويقول يا رب أذكر أم أنت؟ مع العلم أنه اليوم بالتلقيح الصناعي نستطيع أن نحدد جنس الجنين قبل ذلك، نستطيع أن نختار جنس الجنين في بعض الحالات، خصوصا التي تستدعي الحالات المرضية القصوى التي تستدعي اختيار الجنين. يقول أنه 40 يوم يكون الجنين في بطن أمه عبارة عن نطفة. سأريكم جنيناً عمره حوالي 40 يوم، 6 أسابيع، 42 يوم. هل هذا يشبه نطفة؟ هل هذا يشبه نطفة؟ العين أو العينان، حتى ملامح الأذن، اليدان، نستطيع أن نرى الرجلين، هذا في 6 أسابيع، 42 يوم. في عرف الحديث هذا لا زال ينتظر الملاك أن يأتي ويقرر ويقول يا رب أذكر أم أنت وماذا سنعمل ونقرر لهذا الأمر. القرآن والحديث يمكن أن يصلح لزمان حين كان العرب عندهم جهل وليس هناك علم، لكن أن تقول لي هذا الكلام هو إعجاز، كيف سيقبله الناس؟ إعجاز، ليس فقط علم، هذا إعجاز، أعجز العلماء أن يأتوا بمثلي. هذا ممكن أن يكون إعجاز، أعجز العلماء أن يأتوا بمثلي، لأنهم لا يأتون بالهراء، يأتون بما ينقذ حياة الناس، يزرعون القلوب ويزرعون الأعضاء وينقذون حياة المسلمين في كل العالم. أما القرآن تقول لي أنه غير مرتبط بالدين، لا، القرآن ترك البلدان الإسلامية في مؤخرة العالم، تركهم في مؤخرة العالم. لماذا؟ لأنه جعل العلم هو علم الدين ولم يجعله هو العلم التجريبي الحقيقي. القرآن ماذا قدم للناس وماذا قدم محمد؟ أنت حين تمرض هل تذهب إلى الطب، طب الكفار، أم تأخذ الحبة السوداء التي هي شفاء من كل داء؟ أم تأخذ 7 تمرات حتى تقيك من السم؟ أم تشرب بول البعير لتتداوى؟ أم تذهب إلى الطبيب؟ أين تعلم هذا الطبيب؟ لم يتعلم حتما القرآن، لم يتعلم الحديث، الحديث لن ينفعه في شيء والقرآن لن ينفعه في شيء. أنا لم أقل أن التقدم في كل مكان هو مرتبط بالدين، لكن حتما تخلف المسلمين مرتبط بدينهم.
الخطأ الرابع يتعلق بكيف يتحدد جنس المولود، كيف يتحدد جنس المولود، وقد أشرت إلى هذا في المداخلة السابقة. قال الحديث الذي رواه مسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنتا بإذن الله. يعني إذا كان فوق مني الرجل هو الفوق صار المولود ذكرا، وإذا كان مني الرجل تحت صار المولود أنثى. وفي مكان آخر يقول أن الملك هو الذي يقرر، في صحيح مسلم كتاب القدر قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى؟ وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي رب ذكر وأنثى. لا أدري هل الملك هو الذي يقرر أم علو ماء الرجل، تناقض أصلا. لكن نعرف من العلم أن لا علاقة له بعلو ماء الرجل وعلو ماء المرأة، الذي هو أصلا لا علاقة له بالحمل، كما قلت البويضة هي التي لها علاقة بالحمل. لكن محمد والقرآن لا يعرف أن الكروموزومات، الكروموزوم 23 هو الذي يقرر جنس المولود، والأنثى لا دور لها لأنها دائما تعطي الكروموزوم X، الرجل هو الذي يعطي الكروموزوم X أو إجهاج أو Y بالإنجليزي، وبالتالي تحديد جنس المولود هو من الحيوانات المنوية للرجل وليس من بويضة المرأة. محمد لم يكن يعرف هذا، ولذلك قال: إذا على مني الرجل كان المولود ذكرا. ضحك بهذا الكلام على قريش وعلى الجهلاء من عصره، لكن لا يستطيع أن يضحك على طالب علم اليوم يدرس في أحسن الكليات، يدرس الطب الذي تقدم مراحل عن القرن السابع. فكيف تتشبتون بهذا الكلام وتعتبرونه علما وتعتبرونه إعجاز علمي؟ هذه إساءة للبشرية. اتركوا هذا الكلام، الأخ رشيد كان يليق في عصر محمد. الأخ رشيد انتهى الوقت. شكرا. إذن المداخلة الآن للشيخ محمد الفيزازي طولها 10 دقائق، تفضل شيخ. أرى أن رشيد موغل في الجهل والجهالة، فأنا لم أتهرب من الجواب وسأجيبك بآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في الموضوع الذي نحن فيه، وأبدأ بدين الله العظيم المعجز عن ماء الرجل وماء المرأة وتحديد جنس الولد. والحديث حديث رواه مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. الحديث طويل إلى أن يقول هذا اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف وذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هذا الذي تسخر منه سوف أحدثك بكبير من المتخصصين، وهو الدكتور جمال حمدان حسنين، اختصاصي علم التشريح والأجنة، يشرح هذا الحديث شرحا رائعا سيجعلك تبدو لمستمعيك ضحلا هزلا هزيلا لا تقوم لك قائمة. إن الحديث يجعل المسؤولية عن تحديد جنس الجنين مشتركة بين الرجل والمرأة. وهذا الدكتور الذي قلت، هذا حمدان حسنين جمال، اختصاصي في علم التشريح، وهي
في تفسير حديث ثوبان رضي الله عنه وقد قال ما نصه، اسمع: اندماج الحيوان المنوي مع البويضة يعتمد على الخصائص الكهربية لهذه الخلايا الجنسية، فعندما تكون البويضة سالبة الشحنة فإنها تجذب إليها الحيوان المنوي الذي يحمل شحنة موجبة وينتج طفل ذكر. وبما أن الحامل للصبغي الشحنة الموجبة هي الأعلى حسب قواعد الطبيعة، يكون مني الرجل هو الأعلى، وبذلك يكون علو مني الرجل سببا في إنجاب طفل ذكر. وهذا يطابق ما أوضحه العلم الحديث النبوي بشكل مذهل. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وأما إذا كانت البويضة موجبة الشحنة فإنها تجذب إليها الحيوان المنوي الحامل للصبغة X الذي يحمل شحنة سالبة وينتج طفل أنثى. وهذا ما أوضحه أيضا الحديث النبوي: وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. وعلى ذلك يكون هناك دور مشترك للرجل والمرأة في تحديد جنس الطفل. والآن أجيبك يا رشيد عن الصلب والترائب، انطلاقا من قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة، ويعني في قول آخر صلب الرجل وترائب الرجل وصلب المرأة وترائب المرأة، أقوال كثيرة. اعلم أنك لأن أنت لست خبيرا في اللغة العربية، حتى كلمة يعلو لها من الدلالات ما لا تختار منه أنت إلا العلو في المرتبة أو في المكان أو في الزمن، وإلا فله يعني دلالات أخرى. يقول: قيل صلب الرجل وترائب الرجل وصلب المرأة وترائب المرأة، والخروج، الآية تقول يخرج من بين الصلب والترائب، والخروج ابتداء التنقل، فنحن أمام خروج وليس أمام مكوث ومقر واستقرار. فأنت طالما تدندن على أن المني ينتج في الخصيتين ليه كذا وكذا وكذا، في حين القرآن يقول من الصلب والترائب ومن الظهر ومن صلب أصلابهم وإلى غير ذلك، فتهول وتدندن بالباطل، بالباطل والظلم. وأصل مادة كلا الماءين، نحن لم نقل مني المرأة، كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ، تعلم، تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف الأذنين. فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع وهو الصلب، ثم ينتهي إلى عرق يسمى الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب، وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان اللتان تفرزان المني، فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية، وذلك عند دغدغة ولذع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في رحم المرأة. وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب، لأن فيه موضع الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل. والحيض يسير من فوهات عروق في الرحم، وهي عروق تنفتح عند حلول إبان المحيض وتنقبض عند الطهر، والرحم يأتيها عصب من الدماغ. تعلم يا رشيد، عصب من الدماغ، نخاع، طريق، فإذا ما تحلل فيه من أن الإنتاج المنوي يكون في الخصيتين شيء صحيح، لكن ليس الأصل. نحن نتحدث عن الأصل، عن التعمق، عن جذور هذا المني، عن جذور هذا الماء الذي ينتج منه الولد. والقرآن الكريم إذن وهو يعني يعلو على الترهات التي تطرحها يستعمل الألفاظ الدقيقة: يخرج من بين الصلب والترائب. هذا من ناحية، وأرى أن الأمر يسرقني بكثرة الوقت. أقول
فأوجز حتى لا أبدو كأنني أقفز على الشبهات التي تطرحها، لأقول بسرعة: يتم إنتاج المني، يتم إنتاج المني في الحويصلة المنوية، هذه العملية تجري في أنابيب رقيقة موجودة بالخصية، يحدث انقسام للخلية ينتج عنه بعد سلسلة من العمليات الحيوية لإنتاج الحيوان المنوي الكامل والذي يحمل نصف الشريط الوراثي للرجل، وتمر هذه العملية بأربع مراحل تستغرق حوالي 16 يوما لتكتمل، ومن ثم يحتاج الأمر إلى 5 دورات إنتاج حيوان منوي كامل. أظن أن هذا الأمر صعب عليك يا رشيد لتجاريني فيه، فأنا أعرف تماما طروحاتك وأفكارك وأعلم أيضا من أين تستقيها. مراحل تكوين المني، إن عملية تكوين الحيوانات المنوية تبدأ في الخلايا الجنسية بعد البلوغ نتيجة لهرمونات الغدة النخامية في قاع المخ، وأعيد في قاع المخ، فتتحول تلك الخلايا إلى الطور الأول وتدخل في أقسامات عديدة وعمليات حيوية معقدة من الانقسام والتحور حتى تصل إلى المرحلة شبه نهائية، وتخرج هذه من خلايا سرطولي إلى داخل الأنابيب وتمر في هذه الشبكة الأنبوبية حتى تصل إلى البربخ، وهنا يكتمل نضجها وتستقر. نعم يا رشيد، لقد أسأت كثيرا وجنيت وتجنيت على الإسلام، إنما بنيته على حديث الإمام البخاري من كون الإنسان تكتمل صورته وخلقته بعد 120 عاما، قول باطل ساقط لا حقيقة له، فيه تلبيس وتدليس، وأنا في هذه المناظرة سأعلمك كيف تجمع بين النصوص إذا تعارضت بناء على قواعد علمية دقيقة لا أظنك تفقهها، وأنطلق والحال هذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، قالوا غير يذكر الساعة والدقيقة والثانية، إذا مر بالنطفة 42 ليلة مش 120 يوم، الحديث في صحيح مسلم، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. متى؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة. الحديث لا يقول إن النطفة تظل 40 ليلة، العلقة 40 ليلة، والمضغة 40 ليلة، هي 120 يوم، هذا كلام ساقط ما يعني طوى عليه الزمن. إن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في بداية 40 الثانية لحما وعظاما، كما في حديث ابن مسعود: شكراً إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، شيخ مثل فزازي. ذلك أي حمل المثلية على 40 هؤلاء الجهات، شيخ محمد ثم الفزازي. يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك إلى آخره. شيخ محمد الفزازي انتهت المداخلة، وأظن أني سأواصل معك قواعد الجمع بين النصوص حتى يفهم شيخ. المسلمون أنك مدلس بارع في التدليس ولكنك جاهل في حقائق. شيخ محمد الفزازي رجاء أن الالتزام بالوقت، شكرا. الأخ رشيد معك مداخلة وهي آخر مداخلة من 10 دقائق، تفضل. شكرا لك. أنا لاحظت أن الشيخ الفزازي كان يقرأ قراءة لا يفهم ما يقرأ، هل ذهبت إلى ويكيبيديا يا شيخ الفزازي وتقرأ ما لا تفقهه؟ أتحداك أن تترك الورقة وتقول لي بأن المرأة تخرج بويضتها من صدرها. كل العلماء أو علماء الأجنة يجمعون أن البويضة تخرج من المبيض، لا علاقة لها إطلاقا بمائها، لا علاقة لها بصدرها، والحويصلة لا تنتج الحيوانات المنوية، بل الخصيتان هم مصدر الحيوان المنوي. اذهب يمين اذهب شمال ادعي ما شئت، وحتى أعطيك الضربة القاضية التي ستقضي على كل ما قلته، وأنت قلت بأن محمد كان يعني عالما سباقا، خصوصا أن جمال حمدان حسنين أثبت بأن
الحيوان المنوي ينجذب للبويضة لما تكون شحنة سالبة وشحنة موجبة. نعرف هؤلاء المرتزقة ليسوا علماء، مرتزقة، لأنهم يحاولون تخريب العلم لحفظ ماء وجه دينهم. هؤلاء ليسوا علماء، أمثال زغلول النجار، منصور الكيالي، كلهم هؤلاء مرتزقة يحاولون الضحك على الناس، لا علاقة لها بالعلم. وأعطيك شيء آخر، في القرن الثاني للميلاد قبل محمد بخمس قرون يا سيدي، كان اليونان يتحدثون عن علو ماء الرجل وعلو ماء المرأة. تفضل يا سيدي. إذن هم الأنبياء وليس محمد في هذه الحالة. يقول جالينوس في كتابه في المني، عفوا، جالينوس في كتابه في المني يقول إن فكرة توالد حيوان ذكر بعلو ماء الذكر، أهو العلو، وتوالد حيوان أنثى بعلو ماء الأنثى هي فكرة معقولة جدا، هذا في القرن الثاني للميلاد، ولكن على أي حال تتعارض مع حقيقة أن الإناث أحيانا يشبهون آباءهم، وهناك عدد غير قليل من الرجال يشبهون أمهاتهم، ولذلك من الأفضل ألا نقول أن الأنثى والذكر ينتجان عن علو ماء أحدهما دون شرط أو قيد. ما رأيك يا شيخ الفزازي؟ هل كان جالينوس عالما يعني نبيا أو كتاب لمن يريد الحصول عليه بالإنجليزي؟ في المني، كتاب في المني لجالينوس، ومذكورة فيه هذا الأمر، فكرة تقسيم مراحل الجنين موجودة عند جالينوس، أهي موجودة. يقول دعونا نقسم خلق الجنين إلى أربع مراحل، الأولى وهي التي ترى في الإسقاط وفي التشريح، شكل المني يطغى عليه، مرحلة النطفة، ويقول بأن أبوقراط يسميها منيا. ثم يأتي للمرحلة الثانية ويقول لكن عندما يمتلئ بالدم اللي هو العلقة، والعلقة هي الدم، ثم يقول وهذه هي المرحلة الثانية حيث أن مادة الجنين لها شكل قطعة اللحم، المضغة، المضغة هي قطعة اللحم. المرحلة الثالثة يقول يصير له هيكل وهي العظام، والمرحلة الرابعة يقول يهتز ويتحرك ككائن حي، ومعناها أنه أنشأناه خلق آخر. أين يوجد هذا الكلام؟ في كتاب في المني لجالينوس قبل وجود محمد. محمد كان يردد ما كان شائعا في ثقافته ولم يأتي بجديد. فلا تقل لي أنه ذكر وأن هذه الأحاديث لها شيء لا تعرفه أنت. ثم الغريب أنه بعد كل هذه المدة، يعني بعد المضغة وبعد العلقة وبعد الخلق الآخر، يقولون بعد العظام وبعد اللحم يقولون يأتي نفخ الروح، فإن الملك لا يأتي لنفخ الروح إلا بعد 120 يوم، هذا عند محمد، يعني الجنين لا يكون حي إلا بعد 120 يوم. هل هذا معقول؟ ونحن نعرف أن الجنين حي منذ البداية ونرى دقات قلبه في اليوم 21، فكيف يقول أنه ينفخ فيه الروح؟ هذا هو الحديث، رواه الشيخان، رواه مسلم والبخاري، نقرأه: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوم يتم نفخ الروح. ولذلك بنى الفقهاء في الإسلام أحكامهم على هذا الأمر، مثلا عدة المرأة 4 أشهر و10 أيام. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الجنين لا يصير حي إلا بعد 4 أشهر، فأعطوها 10 أيام احتياطا، يعني حتى يكتشفوا هل الحمل موجود. وهناك بعض المذاهب لا تصلي على السقط قبل 120 يوم، لماذا؟ لأنه جماد. فكل هذه الأمور تدل على أن الإسلام لا يقدم أي شيء جديد، كان يردد ما كان شائعا في ثقافته. فكرة مثلا أنه المني يأتي من الظهر، الشيخ موجود عند جالينوس يقول في المني كمان في كتابه
إن الشريان والوريد بداية من الأوعية ينزلان عبر العمود الفقري إلى الخاصرتين حتى يصلان إلى ما يسمى بالبربخ، والكثير من القنوات المنوية تنبع منهما إلى الخصيتين. جالينوس تكلم عن هذا الأمر، والعرب كانوا يقولون من صلبه، يعني القرآن ردد ما كان يقوله العرب، لم يأتي بشيء جديد، ردد الأخطاء اللي كانت موجودة قبله عند جالينوس وعند أطباء اليونان، وردد ما كان شائعا عند العرب أيضا. شيء آخر، هذه المراحل كلها، مرحلة النطفة، مرحلة العلقة، مرحلة المضغة، مرحلة العظام واللحم، ها هي صورة الجنين في كل هذا، في كل هذه المراحل. هل ترون أي مرحلة يشبه فيها الجنين دم؟ لأن العلق هو الدم. هل ترون أي مرحلة يشبه فيها اللحم، قطعة لحم؟ هل ترون أي مرحلة فيها هيكل عظمي قبل أن يكسب اللحم؟ لا شيء. إذن القرآن يردد ترهات ولا يردد علما. هذا جنين تكبير، رسم تكبيري للجنين في اليوم 28، هذا مرحلة النطفة تسمى في عرف القرآن وعرف الحديث. هذه النطفة، الرأس، العينان، الفم، الرجلان، اليدان، وهذه يسميها نطفة. هل هذه، أنا أطلب من المشاهدين، هل هذه نطفة؟ هذه 28 يوم، وهو يقول أن النطفة تبقى 40 يوم. هل هذا علم؟ يا جماعة هل هذا علم؟ هذه مهزلة، والشيخ يدافع عن مهزلة بمهازل. يقرأ لي من ويكيبيديا كلام لا يفهم فيه ولا يفقه في أي شيء. أترك الأوراق، ناقش معي، حاول لا تقرأ ما لا تفهمه. اشرح للناس كيف أن ماء المرأة يساهم في ولادة الطفل، والماء هو لتسهيل عملية الإيلاج، لدرجة أن الأحاديث تتكلم عن احتلام المرأة وخروج الماء، ما تحتلم به المرأة مجرد ماء، مجرد سائل، ليس فيه بويضة إطلاقا. والحديث يقول أن هذا هو سبب الشبه وسبب أن يصير الولد ذكرا أو أنثى. فكيف تقول أن هذا علم وهذا إعجاز علمي؟ ارحمنا، ارحم عقولنا، أنتم من خربتم عقول الشباب. عوض أن تلتزموا بمساجدكم وبخطبكم وبدينكم، أقحمتم أنفسكم في العلم، لا شأن لكم بالعلم، اتركوا العلم جانبا، لا تقحموا القرآن فيه والدين فيه، فأنتم تسيئون إلى الدين وتسيئون إلى العلم بأفعالكم. الدين له مجاله، لكن والعلم له مجاله، وأن تقحم هذا في ذاك، أنت تسيء إلى الاثنين يا شيخ، أنت تسيء إلى الاثنين. لا تعتقد أنك تخدم الإسلام الآن. كثير من الشباب سيشاهد هذه المناظرة وسيترك الإسلام، لأنه سيكتشف أن محمد لم يكن يعرف أبسط أبجديات علم الأجنة، فكيف تقول أنه إعجاز أصلا؟ لا يعرف أبسط شيء، ماء الرجل وماء المرأة. يا رجل، ماء المرأة وماءها أصفر وماء الرجل أبيض، وإذا على هذا يصير ذكرا، وتدافع عن هذا الكلام وتريد أن تقنعنا به؟ هذا كلام لا يقبله عاقل إطلاقا، لا يقبله عاقل. فكم بالأحرى إن كان عالما ضليعا في علم الأجنة. فإذا أنت تحاول أن تدلس على الناس، تكذب عليهم لتنقد ماء وجه الإسلام وماء وجه الأحاديث التي أكل الدهر عليها. شكرا أخ رشيد، انتهى الوقت. شكرا. إذا الآن مع آخر مداخلة من 10 دقائق للشيخ محمد الفزازي، تفضل. كنت أعلم أن رشيد بليد، لكن لم أكن أعلم أنه أبلد إلى هذه الدرجة. صحيح أنا جئت بورقات نظمت فيها ورتبت فيها أفكاري، وأنت جئت بلوحات إلكترونية وجئت بالكمبيوتر وجئت بوسائل إيضاحية. إذا تعيب علي ما لا تعيبه على نفسك، ملأت الشاشة باللوحات المكتوبة. جيد، أنا أعلم أن معلوماتك كلها حول هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره منقولة من موقع الحوار المتمدن لأحمد القاضي ومن غيره، فأنت مجرد ناقل من غير عزو، سرق أدبية، سراق لما يكتبه غيره، بوق
تردد صدى ما يكتبه غير، وكذا من قناة الملحدين، وكذا من المسيحيين الجدد. أنا أعرف من أين تستقي هذا الهراء وهذا المنكر. نعم سأعود بك للقواعد. أنا قلت أنت لا تفهم ما أكتب أنا ولا ما أقول أنا، أنت لا تفهم، أنت بليد متحجر لا تفهم. أنا قلت لك وقد سمع الناس ما قلته، إن القول بأن الإنسان يصير إنسانا في بطن أمه بعد 120 يوما قول باطل، أنت ما لم تفهم شيئا. ورددت عليك الحديث الشريف إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يا رجل أزل الغشاء عن عينيك، أزل الكفر عن عينيك وتعلم. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. أين 120 يوم يا رشيد؟ أين 120 يوم؟ لماذا تلبس على المستمعين؟ 42 ليلة مش 120 يوم. إذا تعال لأعلمك القواعد. حديث ابن مسعود يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك إلى آخره. حديث مسلم عن ابن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، تعلم من الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. وأتحدى أمام المستمعين أن تفرق بين في ذلك وبين مثل ذلك، الفرق بينهما في اللغة وفي الإشارة إلى الحديث وإلى أي شيء يشير أو تشير كلمة في ذلك. أتحداك، أعيد الحديث، 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، في ذلك ثم يرسل الملك إلى آخره. يبدو أن بين الحديثين الصحيحين تعارضا واضحا، في حين حديث البخاري مجمل وحديث مسلم مفصل. سمعت يا رشيد؟ حديث البخاري مجمل، وهو الذي تستقي منه معلوماتك الخاطئة، لأنك بنيت هذه المعلومات الزائفة من حديث مجمل، وكان عليك أن تحمل المعلومات على الحديث المفصل حديث مسلم، لأن القواعد تقول حمل المقيد على المطلق وحمل المجمل على المفصل، ولكن هيهات أن تعي العلوم الإسلامية الشرعية. فما العمل؟ القواعد عند التعارض، قواعد علم الأصول عند التعارض، لأن يبدو أن الحديثين متعارضان، فالمجمل يحمل على المقيد، فعبارة في ذلك تعود على جمع الخلق لا على الأربعينيات، وهو قول قديم حققه ابن الزملكاني في القرن السابع الهجري. تعلم، يوم لم يكن هذا العلم الحديث، حتى لا يقال هناك من يتعسف في شرح الأحاديث حتى تتوافق مع العلم الحديث، واستنتج من ذلك أن النطفة والعلقة والمضغة، أو أن أقول استنتج هذا العالم ابن الزملكاني، استنتج من ذلك أن النطفة والعلقة والمضغة تتم خلال 40 يوما الأولى. احنا في المغرب كنقول قل بع، قل بع يا رشيد، قل بع. فهذا عالم من علماء الإسلام، من علماء السلف، يقول إن النطفة والعلقة والمضغة تتم خلال 40 يوما الأولى، أي كما يقول العلم الحديث. ومعلوم من قواعد أصول الفقه عند تعارض الأدلة، أي تقابل الدليلين على وجه الممانعة، بشرط تساوي الدليلين في الثبوت والقوة. والحديث الذي معنا أو الحديثان، حديث البخاري ومسلم، متساويان أو يكاد في الثبوت والقوة، وفي اتحادهما في الحكم وفي الزمن، ويتضمن كيفية عمل المجتهد في الجمع بين الأدلة. هل أنت تعلم كيف تجمع بين الأدلة لتستنتج منها أحكاما، ثم تروح تستهزئ ببسمتك الساخرة البليدة؟ هل أنت تعلم كيف تجمع بين النصوص؟ إذن احترم نفسك، ولا تتطاول على نبي الإسلام، ولا تتطاول على كتاب الله عز وجل. قلت ويتضمن كيفية عمل المجتهد في الجمع بين الأدلة والتقديم أو الترجيح وغير ذلك. اسمع، النقطة الأولى، المرحلة الأولى، الجمع بين النصين. المرحلة الثانية، أنا الآن لا 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 أقرأ، أنا كنت أتكلم معك من عقلي، الجمع بين النصين.
فإذا استطعنا أن ولكن ماشي أنت اللي غتجمع علماء الأصول علماء الفقه علماء التفسير علماء اللغة، الجمع بين النصين إذا أمكن. إذا لم يتسير هذا الجمع فهناك تقديم وتأخير والبحث في تاريخ ورود هذا الحديث أو هذا النص لنصل إلى الناسخ والمنسوخ. فقد لا نصل إلى هذه النتيجة، ثم نصل إلى مرحلة ثالثة وهي الترجيح. الحديث الذي معنا قلت فلا أفعل ما يفعله رشيد من اختيار ما يريد من النصوص بالتشهي، أسباب عائدة إلى اللفظ في حديث بخاري ومسلم إن أحدكم يجمع خلقه إلى آخره. هذه الأسباب حصرها الرازي في خمسة أسباب: احتمال الاشتراك، النقل، المجاز، الإضمار، التخصيص. الحديث الذي معنا وفي الحال الذي معنا هناك عام في البخاري وهناك خاص في مسلم، والعام يحمل على الخاص والمطلق على المقيد. إذن حديث مسلم فيه زيادة صحيحة وهي عبارة في ذلك التي أتحداك أن تشرحها على بساطتها وسلاسل. في ذلك حرف جر واسم إشارة، ولكن أتحداك أن تتوسع فيها كما يتوسع فيها علماؤنا، التي تعتبر مفتاح البيان. فالزيادة في صحيح مسلم تعتبر مفتاح البيان ومفتاح الإنارة والإضاءة. عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك، أي في جمع الخلق، تعلم، ثم يكون في ذلك أي جمع الخلق علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك أي جمع الخلق مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع إلى آخر الحديث. إذن والحديث غاية في البيان، لا يحتاج إلى طنطنة رشيد ولا طنطنة غبي. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وأنا أعتقد أن الكثير من النصارى والمتنصرين الذين تنصروا على يدك بالباطل الآن هذه الليلة سيسلمون إن شاء الله وسيعودون إلى دين ربهم فرادى وجماعات. اسمع يا رشيد نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، خلاص ما في 80 ولا 120 يوم، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. إنه اكتمال الخلق أبعد هذا البيان وبعد هذه الدقة. يفتري رشيد أن لا إعجاز وتأتيني بأبقراط وسقراط وجالينوس، وأرجو أن يسعفني الوقت لأقول لك إن ما جاء به أبقراط وسقراط وجالينوس مجرد تفاهات أمام النصوص الشرعية. طيب فلنرى بسرعة نشأة ونمو الجنين عند أبقراط. الجنين يمر بأربعة أطوار: الطور الأول المرحلة المنوية حيث يمتزج السائل المنوي للرجل بالسائل المنوي للمرأة. أطوير كالضحك على المني للمرأة. أبقراط يقول المني للمرأة في الرحل. أن لا إعجاز وتأتيني بأبقراط وسقراط ويتكثف في وحدة واحدة لفعل الحرارة ويتشكل له ثقب للتنفس. اسمع الجهل عند أبقراط، اسمع: ويتكون له كيس دائري محيط بالحماية بالإضافة إلى وظائف أخرى. الطور الثاني يتدفق دم الرحم على السائلين المنويين فيتشرب به مع عمل التنفس ومن ثم يتحفر الدم ويتحول إلى لحم. أسف شيخ سأضطر إلى اضطر الى التوقيف. اسف شيخ الصوت يتكرر لا ادري مما، فرجاء الاخ ابن رشد. نعم الصوت يتكرر لا ادري من اين، هل من عند الشيخ اخ عزيز؟ هل من عند الشيخ الصوت يتكرر؟ يعني هناك صوت الشيخ يتكرر، انا وقفت التوقيت فالشيخ سيكمل مداخلته كامله متكامله، لكن هناك صوت يتكرر ولا أدري من أين، فأعطي الشيخ مرة أخرى، وإذا كان تكرار في الصوت رجاء أن الأخ نعم الصوت يتكرر لا أدري. نعم الصوت يتكرر لا أدري من أين، هل من عند الشيخ أخ عزيز؟ هل من عند الشيخ الصوت يتكرر؟ لا هو كان ربما شخص على برنامج بالتوك أخذ اللاقط
ولذلك كان الصوت يتكرر. أعتذر للشيخ محمد الفيزاتي، معك دقيقتين شيخ لتكمل المداخلة، تفضل. لا، أولا دقيقتان، والوقت الذي كان فيه الصوت متكرر ينبغي أن يلغى ليعيد بصفر. نعم، أنا أضفت ذلك شيخ، أضفت ذلك، هي دقيقة ونصف، فأنا أعطيتك دقيقتين. جيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من أبقراط ومن سقراط ومن جالينوس، لماذا اليهود والنصارى والآخرون لم يأخذوا منه؟ لا، بل ما جاء به أبقراط انتقده أرسطو، وما جاء به أرسطو انتقده جالينوس، وما جاء به القرآن على ولا يعلى. أنا سأترك أرسطو لأن الأبقراط أنا أسأل أين الدم وأين العظام وأين وأين، قال يبدأ بتخلق بعض الأعضاء التي في طريقها للتخلق بصورة غائمة، يعني الطور الثالث. الطور الرابع فيتمثل في نشوء العظام ويشبه أبقراط هذه المرحلة بالشجرة عندما تخرج فروعها إلى آخره. أرسطو يرد على أبقراط وليس الإسلام، الذي يقول، وأرسطو طبعا ولد بعد أبقراط بنحو 70 سنة، المتخصص في علم الأجنة ومعروف، وهو صاحب كتاب أجيال الحيوان، وفيه أشار إلى أن الجنين ينشأ في 5 أطوار برحم أمه. وانتقد أبقراط في أن المرأة تفرز المني قائلا، قبل كنت ضحك على المسلمين كيقولوا المني للمرأة، لا، أبقراط هذاك الولي الصالح ديالك هو الذي قالها، ولذلك انتقده أرسطو في أن المرأة تفرز المني قائلا بأن برودة جسمها لا تسمح بتحويل الدم إلى مني، وذهب إلى أن الجنين يتخلق من دم الرحم وحده. وأي جهل وأي فظاعة وأي ترهات، يتخلق الجنين من دم الرحم وحده، وأن دور مني الرجل ينحصر فقط في تخثيره وإعطائه الشكل والقابلية للنمو، ولا يدخل في بنية الجنين لأنه يتبخر وينتهي دوره. ما جاء به أبقراط ضلال وجهل بالنسبة لأرسطو، وما جاء به أرسطو أيضا، أرسطو ضرب مثلا لمني الرجل بالمادة التي تستخدم لتجبين اللبن، قال لك المني بحال هذه المادة اللي كتجبن اللبن، دور هذا المني هو يجبن هذاك الدم في الرحم ليكون جنينا. وقد اعتقد أرسطو أن نشوء العظام تتخلق من فضول اللحم بعد أن تتكون العظام من أجوده. شكراً أبقراط يرى أن المني مصدره جميع أجزاء الجسم بادئاً من الرأس فيزازي، وهو ما يخطئه فيه أرسطو إلى آخره. ثم نأتي إلى الطبيب الأشهر جالينوس، وله كتاب شكراً شيخ المنوي انتقد فيه أرسطو وإلى غير ذلك. انتهت المداخلة. ثم شيخ، يأتينا الآن الجمال وجلال الدين، شيخ فيزازي انتهى وقت المداخلة عزيزي. شكراً شكراً. إذن انتهى النصف الأول من المناظرة، والآن المداخلات سيصبح طولها 5 دقائق لكل متناظر، فنبدأ بأول مداخلة في الشق الثاني من المناظرة، 5 دقائق للأخ رشيد، تفضل. الشيخ الفيزازي أولا يريد أن يتوه المشاهدين في التعارض بين الأحاديث. أنا أدرك التعارض بين الأحاديث، وهذه مشكلتك أنت أن تحلها وليست مشكلتي. الأحاديث تقول إن أحدكم يجمع في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح. ورد بصيغ كثيرة. يا سيدي، حتى لو ذهبنا مع رأيك 40 يوم، هل تستطيع أن تقول أمام المشاهدين أن الجنين يكون ميتاً لمدة 40 يوم ثم يأتي الملك بعد 40 يوم ثم ينفخ فيه الروح؟ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام أمام الناس؟ سؤال، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قلت من أين أتيت؟ لست أنا من قال 40 يوم. يقول ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح صحيح البخاري، يقول واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. أنت تحل المشاكل، لكن على فرض أنها 40 يوم، هل الجنين ميت، ميت ليس فيه روح إلا بعد 40 يوم؟ هذا ليس علم وليس أي شيء، هذا هراء في هراء.
ماء المرأة، سأعود إليه حتى أشرح للمشاهدين أين تكون المشكلة، أين تكمن. ماء المرأة هو ما تفرزه المرأة حين تحتلم أو حين تمارس الجماع لتسهيل الإيلاج، ولا علاقة له بالبويضة. مرة أخرى أكرر حتى تفهم. يقول عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحيت من ذلك وقالت وهل يكون؟ فقال نبي الله نعم، يعني المرأة تحتلم في منامها ويخرج منها ماء. فقال فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. مرة يقول لنا أن إذا علا مني المرأة يكون أنثى، ومرة يقول أنه إذا على أو سبق يكون منه الشبه. يعني باختصار لو كان مني الرجل أعلى يكون الولد يشبه أعمامه ويكون ذكرا، ولو كان سبق أو على مني المرأة يكون الولد أنثى ويشبه أخواله. تخيلوا كل أنثى ستشبه أمهاتهم وكل ولد سيشبه أعمامه، لن يكون عندنا ولد يشبه أمه على فرض صحة هذا الحديث. فإذا وهذا متكرر في أحاديث أخرى كثيرة، مثلا في صحيح مسلم وصحيح البخاري، إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه، هنا السباق مسابقة، إذا سبق ماؤه كان الشبه لها، إذا سبق ماؤها كان الشبه لها. يعني الرجال سريع القذف سيكون دائما الولد يشبههم، ولأن ماء الرجل سيسبق دائما ماء المرأة. هراء، هذا هراء، يعني كيف إذا سبق ماؤه؟ وأنا قلت أن الماء الذي يخرج بسبب احتلام المرأة أو بسبب ممارستها للجنس ليس هو السبب في تواجد الجنين. المرأة قد لا تكون لديها بويضة أصلاً أثناء الجماع، وقد تكون لا تنتج بويضات، عاقر مثلاً ويخرج الماء وكل شيء ليسهل عملية الإيلاج، لا علاقة له. لكن محمد كان يردد ما قاله من هو كانوا قبله. الشيخ يحتج بأبو قراط، نعم أبو قراط قال وجالينوس قال وارتكبوا أخطاء، لكنهم لم يدعوا أنهم أنبياء، ولم يأتي أتباع لهم اليوم يقولوا أبو قراط كان نبيا وقدم لنا إعجاز وينبغي أن تقولوا أبو قراط صلى الله عليه وسلم، لأن هذه طبيعة العلم، يأتي واحد ويكتشف شيء ويخطئ ويصححه الآخر، ليس هناك مشكلة. المشكلة حين يأتي شخص يقول أنا نبي مبعوث من الله ويكرر أخطاءهم ويأتي أتباعه بعد 1400 سنة شكراً. يقدسون كلامه ولا يقبلون نقده. شكرا أخ رشيد. إذن الآن أول مداخلة من 5 دقائق للشيخ الفزازي، تفضل. رشيد يسألني مباشرة عن الحياة في الجنين قبل 40 يوما، وأنا أجيبك على الفور، أنت لا تفرق بين الحياة والروح. الجنين حي منذ، بل الحيوان المنوي حي، أنت لا تفرق بين حياة النبات وحياة الحيوان. الحيوان فيه روح حي، والنبات حي لا روح فيه، فكذلك الجنين في طوره الأول هو حي يقينا ولكن لا روح فيه، ولذلك عليك أن تفرق. وفي المرة القادمة أرجوك أن لا تسخر بتلك الابتسامة البليدة، أرجوك أن تحترم نفسك، لا تسخر من علماء الإسلام ولا من نبي الإسلام وإلا من دين ولا من دين الإسلام. ذلك الأسلوب لا يمكن أن تستفزني به، لكن أريد أن أقول لك قف وناقش بالعلم ولا تسخر ولا تستهزئ، فالسخرية فيك والاستهزاء منك. إذن عليك أن تفرق بين الحياة والروح، وهذه واحدة. الحديث وأنا لا، ماذا أصنع لك إذا كنت لا تفهم؟ عاد نقرك من جديد. الحديث يقول
42 ليلة، 42 يوم، 42 ليلة. بغيت تفهم بغيتش تفهم ماذا أصنع لك؟ ثم تعيد علوم الأصول أنت لا تعرفها. الجمع لا تقول لي هذه مشكلتك أنت، الجمع بين النصين هذا علم، هذا علم لا 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 تفقه منه شيئا يا رشيد. لذلك عندما تقول أجمع العلماء، وتأتيني بقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أجمع العلماء أنه 120 يوم، العلماء في عصرهم، ولا وهذا خطأ منهم، لأنهم يعني وليس لم يكن هناك إجماع أصلاً. وأنا جئتك بسميته بالعالم السلفي في القرن السابع الهجري. إذن لا تقول يعني أنت تنتقي من وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. العلماء يحتمل كذا ويقولون كذا وربما كذا. إذا أنا أناقشني في الحقائق العلمية، لا تناقشني في الاحتمالات، لا تنتقي من أقوال العلماء، لا تنتقي من الأحاديث والنصوص. إذا كانت هناك نصوص فهناك قواعد علمية دقيقة من أجل الحديث عن هذه النصوص. الروح تزرع كما جاء في الحديث الصحيح بعد 42 ليلة. إذا لماذا تسخر؟ ها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك 42 يوم. ما عجبتكش هذه؟ هذه ما عجبتكش لأن الضربة هذه عجبتك في 90 كما نقول في المغرب. ما قدرتيش تحصرها وما قدرتيش تبلعها، لن تستطيع أن تبلعها. 42 يوم. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى. إذا أنت عندك خلط، أنت عندك سم، أنت عندك حقد، أنت عندك ضلال وعندك ظلام في فكرك وفي لسانك وفي تصوراتك. وأنا الآن أعريك أمام الناس، أعري سوءتك وأقول لك ها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا. إذا ما في لا 80 لم يحمل، ويحمل العام الذي في صحيح البخاري اللي تصيدته باش تشوش على الناس يحمل على هذا الخاص. تعلم قاعدة الأصول، يحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد. نعم، لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى له إلا أن يذكر لك الساعة والثانية والدقيقة حتى تطمئن، ثم تقول بعد ذلك علمه بشر، إنما علمه بشر، أبو قراط وسقراط وجالين. والآن تقول والله ارتكبوا أخطاء ولم يكونوا أنبياء. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولم يرتكب خطأ واحدا، وكل ما تدعيه من ترهاتك إنما هو ترهات، ليس إلا ترهات وأباطل ونتف تأتي بها من هنا وهناك. ارجع إلى الآية الكريمة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال معجز في لغته، معجز في ترتيبه. الترتيب لم يأتي به لا بقراط ولا سقراط ولا رشيد ولا هم يحزنون. ترتيب رائع رائد. ولذلك عليك أن تعلم بأن الله عز وجل عندما يقول في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ها هو الله عز وجل بالعلم الحديث، ليس علم الكفار، علم الحديث. وأظن أننا نحن المسلمين وضعنا أسس العلوم التجريبية في أوروبا في الأندلس وفي غيرها، ووضعناها في فاس، ووضعناها في القاهرة وفي تونس وفي بغداد والعراق. يوم كان كفارك يتعلمون عند مؤمنين. شكرا النتاج العلمي نتاج يعني يسير بين الأوطان شيخ. وتلك الأيام نداولها بين الناس. شكرا شيخ فيزازي. أنت أظن أن يسمح لي الوقت لأعلمك ما معنى العلاقة التي أشرت إليها. شكرا شيخ. إذا ننتقل إلى المداخلة الثانية من 5 دقائق، تفضل عزيزي رشيد.
أول شيء الشيخ الفزازي يريد أن يخدع المشاهدين ويقول لهم هناك فرق بين الحياة ونفخ الروح، وهذا لم يقل به علماؤه مثلا في سورة، ولم يقل به القرآن. في سورة الحجر يتحدث عن آدم يقول فإذا سويته فزال جمادا ونفخت فيه من روحي صار حيا فقعوا له ساجدين. نفخ الروح هو نفخ الحياة في هذه الآية. وفي سورة آل عمران 49 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير جماد فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يصير حيا. هناك فرق بين الجماد والحي وهو نفخ الروح. في كلتا الحالتين نفخ الروح يجعل الجماد حيا. فإذا سواء كان 120 يوم أو 42 يوم يا سيدي 42 يوم حتى لو قلت 42 هي خطأ في كلتا الحالتين. الشيء الآخر أنت اعترفت أنه بعد 42 يوم يحدد الملك جنس الجنين، وهذا هراء علمي، لا بعد 40 يوم ولا بعد 30 يوم ولا بعد أسبوعين ولا بعد أسبوع. جنس الجنين يتحدد من وقت تلقيح البويضة. الكروموزوم Y من الرجل هو الذي يحدد وليس الملك، لا بعد 10 أيام لا بعد 42 يوم. كيف ستخرج من هذا المأزق؟ أسألك أمام الناس، قل لهم نعم تحديد جنس الجنين يتم بعد 42 يوم. يضحكون، هل تستطيع؟ شيء آخر يقول أنه المراحل، مراحل الجنين أنه تكون كلها. حدد لنا أمام الناس كم تكون مرحلة النطفة؟ 40 يوم؟ طيب كم تكون مرحلة العلقة؟ حدد للناس حتى نفهم حتى نناقش. كم تكون مرحلة المضغة؟ وكم تكون مرحلة العظام واللحم؟ وكم تكون مرحلة إنشاؤه خلقاً آخر؟ إذا حدد لنا طول المدة حتى نعرف. هذا الجنين الآن الذي سأريه للمشاهدين مرة أخرى عمره 42 يوم. 42 يوم لا زال الملك لم يحدد جنسه في عرفك ولا زال في مرحلة النطفة. هل هذا نطفة؟ هل هذا نطفة؟ أنا أضعه أمامك، هل هذا نطفة؟ ما هي النطفة في نظرك؟ هذا في 42 يوم، هذا مش في 120 يوم، هل هذا نطفة؟ ما هي النطفة؟ النطفة هي القليل من الماء، ماء الرجل وماء المرأة. وعلى فكرة حتى هذا، حتى ماء المرأة تحدث عنها جارينوس بالتفصيل، ولو أردت لأعطيتك رقم الصفحة. ما هي العلقة؟ هي الدم. إذن القرآن يقول لنا أن الإنسان يكون عبارة عن قليل من الماء ثم دم. وما هي المضغة؟ هي قطعة لحم، لأن محمد قال عن فاطمة حين أراد علي أن يتزوج بابنة أبي الحكم قال عنها فاطمة بضعة مني، يعني قطعة من لحمي، قطعة لحم. إذن القرآن يقول لنا الجنين يكون قطرة أو قليل من الماء ثم يصير دما جامدا ثم يصير قطعة من لحم. ويريد الشيخ الفزازي أن نصفق للقرآن ونقول يا له من إعجاز، يا للعلم، عظمة على عظمة هذا القرآن. هذا هراء، هذا تقوله الجدات، هذا تقوله النساء العاميات في البوادي. يقول أنا أسقط جنين دم، أنا أسقط لحمة، أنا أسقط قطعة لحم. لا يقوله العلماء، العلماء يتحدثون بالتفصيل، يتحدثون عن الزيجوت، عن انقسام الخلايا، عن أشياء كثيرة لا يفهمها محمد ولا يفقه فيها أبو هريرة ولا جماعة الجهلاء الذين كانوا يعيشون حوله ويصدقون كلامه ويعتقدون أنه رسول من عند الله مجرد أنه قال لهم هذا الكلام الذي أخذه وجمعه من ثقافات حوله. إذن نحن لسنا أمام علم حتى نمر إلى مرحلة الإعجاز. هو ليس علم أصلاً حتى يعجز العلماء أن يأتوا بمثله. ماء الرجل وماء المرأة وقطعة لحم وقطع دم متختر ودم جامد ويصير عظاما ثم نكس العظام لحما ثم ننفخ فيه بالروح فيصير حيا. ويريد الشيخ أن يفهمنا أن نفخ الروح
لا يعني الحياة. ولماذا عملوا عدة المرأة 4 أشهر إذا لم يكن الحياة؟ ولماذا قال بعض العلماء أنه شكراً أجازوا إسقاط الجنين قبل 120 يوم؟ شكراً أخ رشيد. أنا أعرف أن البعض أجازه بعد يعني قبل 42 يوم. شكراً أخ رشيد، انتهى وقت لكن البعض أجازه قبل 120 يوم. أشكر، انتهى وقت المداخلة، شكراً. إذن الشيخ الفيزازي معك 5 دقائق، تفضل. يا رشيد، لقد قلت عن الصحابة جهلاء، وهذا لن أسمح به. الصحابة أسيادك، وليس هناك أجهل منك. إذا تأدب، انتقد كما تشاء، انتقد المعلومة، لكن لا تسب، لا تطعن، فإن ذلك لن يفيدك في شيء. إذا في هذه الدقائق سأعلمك ما معنى العلقة. أنت على فكرة تأتي بنتف، كلمة هنا، كلمة هنا، كلمة هنا، شوية مطيشة، شوية الخيار، وتخلط وتطلع لنا الشلاطة وتظن أنك تقول العلم. أنت تقول الهراء، أنت تقول الخواء، أنت لا تتكلم، أنت تهذي، أنت تفرفش. العلم شيء آخر، العلم هو ما سأقوله لك الآن. ما معنى العلاقة؟ علاقة قطعة دم، من قالها لك؟ العرب يسمون الدودة السوداء التي تعيش في الماء وتعلق في فمي الشارب من دابة أو إنسان، علاقة. في لسان العرب لابن منظور وفي التنزيل ثم خلقنا النطفة علقة، ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء علقة، لأنها حمراء كالدم، وكل دم غليظ علق، والعلق دود أسود في الماء معروف. الواحدة علقة، وعلق الدابة علقا تعلقت به العلقة، وعلقت به علقا لزمته. فعندما نقول علقة ففيها معنى الالتزام واللزوم، فتسمية العلقة في طور من أطوار تكون الجنين دقيقة، حيث إن النطفة تعلق في الرحم، كالتعلق يا رشيد، تعلق في الرحم وتشرب من دمه، فيكون لونها أحمر مثل العلقة، علقة الماء. وهنا تأخذ نفس المعنى علقة، ولكنها بمعنى أنها كالدم الجامد. أما كونها العلقة أقصد جامدة، فلأن الروح لم تكن بعد قد زرعت فيها، ومن هنا قيل عنها قطعة جامدة، ليس لأنها لا تنمو، لا، لأنه لا روح فيها. هذا هو المصيبة عندكم، لا تفهمون لغة العرب ولا أساليب اللغة العربية. قطعة جامدة لا يعني أنها لا تنمو، لا، يعني أنه لا روح فيها. مثل النبات ينمو لكن لا روح فيه. لا تحاول أن تطوع جهلك إلى علم. إذن أي ليس فيها روح، يعني الروح تزرع كما جاء في الحديث الصحيح بعد 42 ليلة. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب إلى غير ذلك. فأنت تتحداني وتقول إلى أي طور، يعني كم من يوم، كم من ساعة تعيش النطفة، وكم من يوم وكم من ساعة؟ يا رجل قلت لك، ولكن ما لا تفهم، قلت لك القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب إيمان، كتاب دين، مع إشارة علمية يستحيل أن تنتقدها أنت ولا غيرك. وهكذا ثم بعد ذلك تتحدث عن العظام في العلم الحديث وما نعرفه، وتعرض علينا عضلاتك الجاهلة. أثبتت دراسات علم الأجنة الحديثة أن تكون العظام يبدأ بعد 6 مباشرة، قل، وليس بعد 17 كما في حديث صحيح البخاري. حديث صحيح البخاري لم يقل هذا، إنما فهم الناس أنه يقول هذا، ولكن المتخصصين حملوه على الخص الذي في صحيح مسلم، فتبين المراد. النبي الذي يؤيد حديث حذيفة الذي رواه مسلم، أقول هذا العلم الذي يؤيد حديث حذيفة الذي رواه مسلم، العلم الحديث طبعا كما تعلم ويعلم، لا ما أظنك تعلم، غرس كاميرا في الرحم تلتقط الصور على مدار الثواني والدقائق،
وهذا هو الذي يضبطه. ما تحديتك آنفا أن تشرح وأن تشرحه فعجزت، أنت عجزت، وأنا تحديتك وهي أن تشرح لنا عبارة مثل ذلك وعلى من تعود. فعبارة مثل ذلك في حديث عبد الله بن مسعود لا يمكن أن يكون مثلية في الأربعين من الأيام ولا في الإشارة إلى بطن الأم، فتبقى الإشارة إلى شيء آخر الذي هو إلى جمع الخلق. يا رشيد، أنا تتبعت الكثير من ضلالك والكثير من ترهاتك، وأنا لا أوافق على هذا الطرح للشبهات المتناثرة، بل التزم معي نقطة نقطة. شيخ التزم محمد. معي في البحث عن العلقة، شيخ فيزازي. ثم ننتقل إلى المضغة حبة حبة. أما الخلط والشلط هذا لا يفيدك شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. شكرا شيخ الفيزازي. الآن 5 دقائق مع الأخ رشيد، تفضل. سؤالي مرة أخرى للشيخ الفيزازي الذي تجاهله: متى يتم تحديد جنس الجنين؟ متى؟ سؤال الثاني: كم مدة بالأيام، لم أقل بالساعات، كم مدة كل مرحلة حتى نحاججك فيها؟ لأن تتهرب، لأنك ستقع في مشاكل جمة. كم مدة النطفة؟ أنت تريد أن تنكر أن مثل ذلك تعود إلى 40 يوم، كل مرحلة قسمها العلماء بأربعين يوم. طيب نعطيك هذا، حدد أنت كم مرحلة النطفة، كم مرحلة العلقة، كم مرحلة المضغة، حتى نعرف كيف نرد عليك. إذن سؤالان لم تجب عليهما. شيء آخر: من قال أن العلق دم؟ مفسروك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال الطبري، يعني من الدم. ثم خلقنا النطفة علقة، يقول الطبري في تفسيره لسورة المؤمنين. ثم صيرنا النطفة التي جعلناها في قرار مكين علقة، وهي القطعة من الدم. وفي لسان العرب الذي استشهدت به: العلق الدم ما كان، يعني أيا كان. وقيل هو الدم الجامد الغليظ، وقيل الجامد قبل أن ييبس. إذن هي الدم. والدليل على أنه كان شيئا معروفا عند العرب أنه ولا واحد قال له: يا رسول الله، وما العلق؟ هو يحدثهم بما يعرفون. هل عندما ذهب محمد يرتجف إلى خديجة بعد أن سمع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قالت له خديجة: وما العلق يا رسول الله؟ لا، هو يردد ما كانت تعرفه خديجة. كانوا يعتقدون أن الإنسان مخلوق من دم. وأنا قلت أن جالينوس في القرن الثاني، 5 قرون قبل محمد، قال أن بعد مرحلة المني هناك مرحلة الدم. محمد كان يردد، والثقافة اليونانية كانت منتشرة في كل البقاع بما فيها شبه الجزيرة العربية. وكان هناك طبيب يسمى طبيب العرب، الحارث بن كلدة، وقد ذهب عنده محمد مرارا وطلب منه أن يداوي أحد الصحابة. الحارث بن كلدة الثقفي كان طبيبا، تعلم الطب اليوناني في المدارس في فارس وفي غيرها. وكان هناك شخص آخر يقال أنه كان طبيب أو غير ذلك، وهو النضر بن الحارث، الذي كان يقول: أينا أحسن حديثا، وهو الذي جاء فيه كلام القرآن، قالوا أساطير الأولين، وتتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. فإذا كل كلمة أساطير، وهي جاءت أعتقد 9 مرات في القرآن، كل كلمة أساطير قيل أن صاحبها هو النضر بن الحارث. إذا النضر بن الحارث كان يعرف الثقافة اليونانية، والحارث بن كلدة كان يعرف الثقافة اليونانية. فإذا أنت تريد أن تقول للناس أن محمد أتى بشيء جديد، كان يردد ما يقوله العرب. وأنا قلت أن المضغة هي قطعة لحم. هل هناك أي مرحلة يشبه فيها الجنين، سواء العلقة الدودة أو سواء قطعة الدم الجامد أو قطعة اللحم؟ لا يوجد في علم الأجنة شيء من هذا، لا يوجد.
ثم رد على ماء المرأة الذي تحتلمه، هل له علاقة بولادة الطفل؟ لا يوجد. أنت تدور في حلقة مفرغة وسأعلمك وسأفعل لك. ومن بين ما قلته قلت أني أنقل من منتديات الملحدين، لا لم أنقل، أنا قمت بثلاث حلقات 259 260 261 من سنوات مضت، واستجوبت علماء في الأجنة، الدكتور مينتون استجوبته في هذا الإطار، وقمت بالرد على كيت مور. أنا باحث، لا أقوم بتجميع الكلام وأقرأه دون أن أفهمه ودون أن أستوعبه كما تفعل، تقرأ مقال هنا ومقال هنا وليس لها ليس لك علم بما تقول أصلا. فإذا أن تقول أن العلقة هي إعجاز والمضغة هي إعجاز والعظام ثم تكسوها باللحم هي إعجاز، على من تضحك؟ هل يدرسون هذا في مدارس الطب في المغرب مثلا؟ هل يدرسون أن مرحلة هناك مرحلة المضغة وهناك مرحلة العلقة وهناك مرحلة العظام؟ لا يدرسون هذا الكلام، وهذا دليل على أنهم يرفضون كلام القرآن. يمكن أن تقرأه لتتعبد به، لكن لا يمكن أن تدرسه كإعجاز علمي يقدم حقيقة علمية أبدا، لا يمكن إطلاقا. فكيف ستقنع الناس؟ والمغرب أصلا رفض هذا الأمر، كل البلدان الإسلامية رفضت تدريس القرآن كمادة أو كتقسيم. شكراً. تقسيم مراحل. شكراً المراحل الجنين تقسم إلى أسابيع. شكرا أخ رشيد، انتهى وقت المداخلة، شكرا. وخمس دقائق معك الآن الشيخ الفزازي، تفضل. يا رشيد، إن علماءك الكثير منهم، إن الكثير من علمائك الذين درسوا ما يبهرك يعودون إلى دين الله عز وجل ويسلمون، وأظن أنك تعلم الكثير من هؤلاء العلماء الكبار. أنتم تدورون في حلقة من المكر. كيث مور مثلا تقولون والله إنه أخذ الرشوة من مال بترودولار، والسلفيون السعوديون والإماراتيون أعطوه رشوة من أجل أن يساير أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن. موريس بوكاي أيضا تقولون، موريس بوكاي لمن لا يعلمه هذا جراح طبيب كبير فرنسي، أظن أن لو ليس لك من العلم عشر ما عنده، هذا الرجل ألف كتابه العظيم لا بيبل لو كورون إلا سيونس على لوميير دي زيكريتور سانت، أظن أنك تعرف شيئا عن ذلك. علماؤك الكبار يعودون لدين الله ويطأطئون رؤوسهم لهذا الدين الحنيف. فأبوقراط الذي تدندن حوله وأرسطو وجالينوس وغيرهم لم يأتوا بمثل ما في الآية من ترتيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لم يأتوا بهذا الترتيب البديع، ولم يأتوا بالألفاظ الدقيقة التي تصف الوصف الدقيق للشيء الخاص المناسب، لم يأتوا بمثل هذا من ترتيب ولا من وصف للأطوار ولا من دقة مذهلة لا يغفل عنها إلا العميان مثلك يا رشيد. فما قاله أبوقراط خطأه فيه أرسطو، وما قاله أرسطو خطأه فيه جالينوس، وما قاله هؤلاء الثلاثة بعيد جدا عن نظم الآية ووصفها للأطوار، نمو الجنين في دقة ووصفها للأطوار حيث ينمو الجنين في دقة معجزة وبراعة متناهية. الله يرد عليك يا رشيد كما يرد على أسيادك من قبل. يقول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بزعمكم قد أخذ عن هؤلاء الأقدمين أبوقراط وإلى غيره ومن اليهود والنصارى، لماذا لم يأخذ غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أخذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زعم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصا واحدا في مكة، كان هناك مشركون، كان هناك يهود، كان هناك نصارى، كان هناك وثنيون إلى غير ذلك، ومجوس هؤلاء، لماذا لم يأخذوا عن أبوقراط وسقراط إلى غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ. جيد، ولماذا كانوا يدخلون في دين الله فرادى وأفواجا وجماعات؟ هذا السؤال سيجرح كرامتك.
لماذا أولئك اليهود وأولئك النصارى وأولئك المشركون كانوا يدخلون في دين الله أفواجا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ورأيت الناس مش المسلمين الصحابة الذين خد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن وحتى الآن الآلاف المؤلفة من الغرب والشرق يدخلون في الإسلام على الرغم من ضعف العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك، ولكن القليل جدا من المسلمين من يتنصر إلا من هو فارغ مثلك ويرتد عن دين الله لخواء أو لشبهة أو لطمع أو لشهوة في نفسه والعياذ بالله. إذن سأعيد عليك، أنا مضطر لأن أعيد عليك عندما تتحداني وتعيد نفس السؤال سأعيد عليك نفس الجواب. إذا كنت لا تفهم ما أصنع لك؟ تسألني عن تحديد جنس الجنين، طيب سأعلمك ما يقوله أهل العلم. اندماج الحيوان المنوي مع البويضة يعتمد على الخصائص الكهربية لهذه الخلايا الجنسية. فهمتي ولا أشرح لك؟ عندما تكون البويضة سالبة الشحنة فإنها تجذب إليها الحيوان المنوي. نشرح لك ولا فهمت شي حاجة؟ الذي يحمل شحنة موجبة وينتج طفل ذكر، دم ضحك علينا، يعلو على المانية. نعم يعلو، وما معنى يعلو أصلا؟ شكرا شيخ. يلا أنا أتحدك أمام شكراً. الناس أن تشرح لي ما معنى على في لغة العرب. أنت وقت مداخلة شيخ، شكرا. الأخ رشيد معك 5 دقائق، تفضل. أول شيء يقول أن العلماء اليونان لم يأتوا بمثل القرآن. سأضع جدولا أمام المشاهدين ليلاحظوا التشابه الرهيب بين ما قاله القرآن وما قاله جالينوس. جالينوس ذكر مرحلة المني في كتابه في المني 93-95 صفحات، والقرآن قال مرحلة النطفة. جالينوس قال مرحلة الامتلاء من بالدم ثم تصير قطعة لحم، دمج مرحلتين. القرآن تحدث عن مرحلة العلقة ومرحلة المضغ. جالينوس قال وجود الهيكل ثم أجزاء تتوضح، والقرآن قال مرحلة العظام واللحم. جالينوس قال ثم يصير جنينا كاملا يتحرك، والقرآن قال أنشأناه خلقا آخر. إذا لم يكن هذا تطابق فما هو؟ فماذا نسميه؟ ثم يقول الشيخ انظر هناك الكثير من العلماء يسلمون. أولا أنت تلتجئ إلى مغالطة اسمها التوسل بالأكثرية أو التوسل بالشعبوية، يعني إذا كان شيء شعبويا مشهورا بين الناس فهو الحق، وهذا يخالف حتى معتقدك. لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ليس اعتناق فلان أو علان للإسلام يجعله حقا، فالكذبة كذبة حتى لو اعتنقها 1,000,000 شخص، والحق حقا حتى لو رفضه 1,000,000 شخص. فالأرض كانت تدور حول الشمس وكان كل العالم يعتقد بعكس ذلك، فهل هذا جعلها حقا؟ لا، لم يجعلها حقا. فإذا هذه يعني الحجج باطلة وواهية ولن أرد عليها. بالإضافة إلى أن القرآن تقول إذا جاء نصر الله، أعطنا شخص واحد من العرب آمن بسبب هذه الآيات عن الخلق، واحد. أنا لا أقول 10، لا أقول 100، لا أقول 1,000، شخص واحد آمن بسبب هذا الإعجاز، لا يوجد. فإذا جاء نصر الله، ما معنى نصر الله؟ إذا جاء السيف وجاء الفتح، وهذا يتكلم عن عام الفتح، إذا جاء سيف محمد وجاء عام الفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله. طبعا تحت السيف، هل دخل أهل قريش للإسلام أفواجا حين كان محمد بينهم 13 سنة يدعوهم بهذه الآيات؟ لا، لم يدخلوا، كان معه بضع عشرات من الأشخاص، لكنه لما جاء بالسيف أسلموا. فإذا ليس بالحجة وبالإقناع وبالعقل، بل كان بالسيف. هذه واحدة. الشيء الآخر، أنت تتحدث عن موريس بوكاي. موريس بوكاي لم يسلم، أعطنا دليلا على أنه أسلم. موريس بوكاي كان لم يكن جراحا، أعطنا دليل على أنه كان جراح، كان طبيب في الجهاز الهضمي،
وكان يشتغل عند الأسرة السعودية، كان طبيب الملك فيصل، وإذا عرف السبب بطل العجب. أما كيت مور، كيت مور الذي تحدث عنه، فكيت مور ألغى المسائل الإسلامية من الطبعات المتأخرة من كتابه. هذه الطبعة سنة 1983 طبعتها السعودية، وهذه الطبعات بعد سنة، هذه سنة 2003 لم يعد يستخدم أي شيء إسلامي، بل حين طلبت منه وول ستريت جورنال جريدة حوار في الموضوع رفض، لأنه يخجل منه وقال لقد مضت 11 سنة على مشاركتي في موضوع القرآن، انتهى، صار يخجل من الحديث عن هذا القرآن. كيت مور لم يسلم، وكيف تصدقونه؟ لقد كانت أموال السعودية هي التي طبعت كتابه ووزعته بالمجان، ومع ذلك لم يسلم. وموريس بوكاي ضحك على السعودية أيضا واستفاد منها مادي ولم يسلم، اعطني فيديو لموريس بوكاي قد أسلم. فإذا هم يضحكون عليكم ويأخذون أموالكم ثم لا يسلموا، وأنتم تستشهدون بهم كأنهم هم الحجة على صحة ما تؤمنون به. ليس بهذا نستدل على صحة الشيء، أعطني الدليل. وأنا حين سألتك عن جنس الجنين، هل الملك هو الذي يحدد بعد 42 يوم أم الحيوان المنوي؟ عليك أن تختار، هل الملك هو الذي يحدد جنس الجنين بعد 42 يوم أم الحيوان المنوي حين يلقح البويضة؟ اختر أيهما تريد. فإذا اخترت الأول أنت ضربت الحديد، وإذا اخترت الحديد أنت ظهرت أمام الناس بأنك لا تؤمن بالعلم ولا تعرف في العلم أي شيء. هذه أنت وضعت في مأزق يا شيخ الفزازي، ليس لك أي مفر في هذه القضية. من الذي يحدد جنس الجنين؟ كم هي مرحلة أو مدة كل مرحلة؟ مرحلة النطفة، مرحلة العلقة، مرحلة المضغة. لن تستطيع أن تريني أي شيء من هذا القبيل، وأنا أضع للمشاهدين. شكرا أخ رشيد. نعم. انتهى وقت المداخلة. شكرا الشيخ الفزازي، معك 5 دقائق تفضل. إذن يحل لك أن تضع للمشاهدين اللوحات الإلكترونية، وهذا يحل لك، ويحل لك أن تجمع يعني كل ما من شأنه أن تدلس به على الناس، ولكن لا يحل لي أن أجمع أنا معلومات في ورقة. هكذا تريد الآن في هذه 5 دقائق يا رشيد؟ والله أنا لا أدري عن أي شيء أجيبك. هل أجيبك عن موريس بوكاي؟ هل أجيبك عن يعرف الرجال بالحق؟ هل أجيبك عن الدعوة بالسيف؟ هل أجيبك عن سؤال باطل الحيوان المنوي والبويضة أم الملك؟ يعني هذه هي طريقتكم في المناظرة، تطرحون مشكلات متعددة ثم تطالبون مناظركم أن يجيب عنها. يا رجل أنا مستعد لمناظرتك العام كله، لكن حدد نقطة واحدة حتى نقتلها، ابقى معي في شيء واحد ثم ننتقل. هذا الأسلوب هذا غير مفيد ولا يجدي ولا يستفيد منه الناس. الدعوة الإسلامية انتشرت بالسيف، لا، المشركون هم الذين استعملوا السيف، اليهود والنصارى هم الذين استعملوا السيف، أما الدعوة الإسلامية كانت آمنة مطمئنة، وكانت خضعوا للتعذيب وللضرب وللقتل، وعمل فيهم السيف أيما عمل. تنكر هذا؟ لكن عندما استقوى الإسلام بالدعوة بالإيمان بقوة الحجة واستطاع أن يمحقهم عن بكرة أبيهم، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تنكر هذا يا رجل؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. حدثني عن الغزو، إن شئت التعبير، غزو الإسلام لبلاد آسيا كلها، هل تم بالسيف؟ أم بالمعاملة وبالمتاجرة وبالتعايش وبالسياحة وما إلى ذلك؟ نعم، الإسلام ليس دروشة، الإسلام من اعتدى عليه يخلى ضربه، الإسلام يؤمن بالسيف للدفاع عن نفسه وللدفاع عن أرضه وللدفاع عن عرضه وللدفاع عن التوحيد قبل ذلك. الدين الإسلامي ليس دين سيف أبداً. دين إقناع ودين علم ودين هدى، دين هداية. هناك تقطيع في الاتصال، هناك تقطيع في الاتصال، سأوقف الوقت.
هناك تقطيع في الاتصال، لا أدري إذا كان الشيخ ما زال متصلا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكم دينكم ولي دين، هذا هو ديننا العظيم. لكن وأنت فار من العدالة المغربية، لا حرية لك في الردة، الردة خيانة عظمى. وأنا الآن لا أناظرك بصفتك مرتدا لأنك فار من العدالة المغربية. للأسف مرة أخرى هناك تقطيع. لأجعل منك ساحة حوارك أمام. أوكي، هناك تقطيع، لا أدري إن كان هناك ضغط على الإنترنت. الأخ ابن رشد، نتأكد مرة أخرى من جودة الاتصال، كان بعض التقطيع، أنا أوقفت الوقت، فجرب مرة أخرى شيخ، تفضل. بعدين بسرعة تسألني، أنا لست أدري لماذا في وقته هو الذي يتم التقطيع ويتم الصدى ويتم، لست أدري. هل الحيوان المنوي طيب مرة أخرى تقطع؟ آمل الملك هو أين؟ سأطلب من الأخ المنسق لو يتأكد مرة أخرى من جودة الاتصال، طبعا هذا الأمر خارج عن إرادتنا، فليس لنا أي مسؤولية فيما يخص الاتصال من عند الشيخ، فالوقت أوقفته، فلن يظلم الشيخ حقه في الوقت، وعندما نعيد الاتصال سيكمل مداخلته، وممكن كذلك أن نضيف دقيقة، لا أظن أن الأخ رشيد يمانع في ذلك. جيد، إذن ننتظر الاتصال مرة أخرى ونكمل، ونعتذر عن هذا الانقطاع. الأخ ابن رشد ما زلت معنا؟ نعم حاليا المشكلة حلت خلاص. أوكي جيد، إذن يتفضل الشيخ يكمل. أقول في مناظرة قادمة إن كان الهدف هو أن آتيك بلائحة من كبار علماء الغرب الذين أسلموا فلا مانع عندي. فإذا وإن كان هناك علماء أعلم أنهم أشادوا بالإسلام وطأطأوا رؤوسهم للإسلام، ربما لم يسلموا لسبب أو لآخر، ولكنهم على كل حال وقفوا عند قوله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأراهم الله عز وجل في أنفسهم وفي هذا الكون وفي البحار والسماوات والنجوم وما إلى ذلك، أراهم ما أراهم من الأدلة، فقالوا إنه الحق، نطقوا بكلمة الحق. عفوا، أريد أن أقف قليلا عند قوله تعالى: سنريهم، أي يقول الإمام القرطبي أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في الآفاق، يعني خراب منازل الأمم الخالية وفي أنفسهم بالبلايا والأمراض. وقال ابن زيد: في الآفاق أي السماء، وفي أنفسهم أي حوادث الأرض. وقال عطاء وابن زيد أيضا: في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي أنفسهم، هذا هو الشاهد عندي لأن هؤلاء علماء الغرب أراهم الله في أنفسهم. قال الإمام القرطبي: وفي أنفسهم أي من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول، فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين. وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه. شكرا. وقيل: وفي أنفسهم. شكرا. من كونهم نطفا، احنا وصلنا النطف، من كونهم نطفا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم كما تقدم في المؤمنون. وأقول يا رشيد: لا تقل في المؤمنين كما قلت آنفا، بل قل في المؤمنون على الحكاية، ولا تجرها كما يجرها الجاهلون. شكرا شيخ على المداخلة. الأخ رشيد، المداخلة القادمة ستكون المداخلة قبل الأخير، تفضل.
أولا الآية التي يستشهد بها الشيخ واستشهد بها عبد المجيد الزنداني وكل دعاة الإعجاز سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لا تذكر من قريب ولا من بعيد المسائل العلمية. بل قال الطبري مثلا في تفسيره لهذه الآية قال عني بالآيات في الآفاق وقائع النبي بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها وبقوله في أنفسهم فتح مكة سنريه آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يعني سنفتح مكة وسيرون سيرون ما سيحصل لهم ليس لها علاقة بالعلم ولا بأي شيء وهذا ما قاله مفسروك سنريهم آياتنا في الآفاق عن دينار عن عمر بن أبي قيس عن المنهال في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق قال ظهور محمد على الناس عن السدي ما نفتح لك يا محمد من الآفاق وفي أنفسهم في أهل مكة يقول نفتح لك مكة فإذا هي تكلم عن السيف أصلا أما قول الشيخ أن الإسلام انتشر بالحجة فهذا يخالف حتى ما يقوله الفزازي قبل أن يدخل السجن كان يقول أن الغزو ماذا سنفعل في آيات القتال ماذا سنفعل في آيات السيف ماذا سنفعل ولماذا رفضت أن نقوم بمناظرة؟ لأن هذه موضوع هذه المناظرة أجبرت على اختياري بسبب رفضك للموضوع الأول والذي هو هل الإسلام دين سلام؟ هل الإسلام دين سلام؟ وحينها نرى فالغزو أصلاً معناه الخروج في طلب الآخر الذي تعتبره عدواً غزوات محمد لم تكن دفاعاً عن النفس هل غزو خيبر كان دفاعاً عن النفس؟ هل هناك أي شخص؟ يسافر 200 كيلومتر ليدافع عن نفسه المفروض أن المهاجم يأتي إلى داره هل واحد يذهب إلى قافلة مسالمة كقطاع الطرق يريد أن يأخذ أموالهم هذا مسالم وهي التي لازلتم تحتفلون بها وهي معركة بدر تعتبروا شخصا مسالما لماذا أراد أن يقطع الطريق على قافلة قريش الكثيرة هي الغزوات غزوات اليهود بني النضير وبني قريدة وبني قينقاع كلها خرج فيها محمد من المدينة يغزو ديارهم بل إن خيبر كانوا ذاهبين إلى حرتهم وإلى مزارعهم لا يدرون أي شيء ففاجأهم في الصباح خربت خيبر الله أكبر ثم هجم عليهم وقتل من قتل وسبى من سبى وأخذ أموالهم لا تقل لي إن الإسلام دين السلام نعود إلى موضوعنا الأصلي لأنك أنت الذي تعدد المواضيع لست أنا موضوعنا الأصلي أنا أعرض أمام المشاهدين كل هذه الأطوار هل ترون في أي من هذه الأطوار مرحلة واحدة يشبه فيها الجنين الدم العلق أو المضغة اللحم قطعة لحم هل في أي مرحلة من هذه المراحل والشيخ لا يريد أن يحدد لنا مدة كل مرحلة لأنه سيقع في مأزق شديد مدة كل مرحلة القرآن قسم مراحل خلق الجنين إلى مراحل من غير المعقول أن تكون كلها في 42 يوم الأولى أكيد أن الجنين يعيش لمدة 9 أشهر فما هي المراحل المتبقية متى يقع نفخ الروح متى تقع المضغة متى تكون العلقة الجنين يعيش 9 أشهر فإذا غير معقول أنك تجمع كل المراحل الأولى في 42 يوم أرنا كم يستغرق كل مرحلة كم مرحلة أن الجنين يكون عبارة عن قطعة لحم كم هي المرحلة التي يكون فيها الجنين عبارة عن قطعة دم جامد لا يقول هذا الكلام أي طبيب جراح متخصص أو أي عالم أجنة يقوله الجاهلون وتقوله النساء العاميات حين يسقطن الجنين لا يقوله العلماء هذا بعيد عن العلم والعلماء إذا أعود مرة أخرى وأقول أن القرآن ردد ثقافة خاطئة كانت منتشرة قبله وأثناء وجود محمد وبعده استمرت إلى مدة طويلة أما الآن فنحن في عصر آخر نستطيع أن نختار جنس الجنين ونلقح البويضة بالحيوان المنوي الذي سيجعله جنينا ذكرا يمكن للآباء أن يختاروا جنس مولودهم
وهذا لم يكن يعرفه. القرآن والحديث يقول لنا ننتظر أن يأتي الملاك بعد 42 يوم ويحدد لنا جنس الجنين ويحدد له هل هو ذكر أم أنثى ورزقه وأجله. شكرا. وشقي أم سعيد. شكرا أخ رشيد. انتهى وقت المداخلة. شكرا. الشيخ فيزازي، هذه المداخلة هي المداخلة قبل الأخيرة لك، تفضل. ملك وأنت نصراني، لو كنت ملحدا لجاز أن نتجاوز عنك، أما وأنت نصراني تسخر من الملك، عجيب. هذه واحدة. النقطة الثانية أنك تنتقي وتختار من التفاسير ما تشاء. نقلت من تفسير الطبري في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، لماذا لم تنقل من تفسير القرطبي؟ لماذا لم تنقل من التفسير المحيط؟ لماذا لم تنقل من الزمخشري؟ لماذا لم تنقل من القاسمي؟ لماذا لم تنقل من ابن عاشور؟ لماذا لم تنقل من ابن كثير؟ لماذا لم تنقل من غيرهم من المفسرين؟ طيب يا سيدي، حتى في الطبري نقلت ما تريد وتركت ما تريد، وأنا أنقل لك أيضا ما في الطبري نفسه مما لا تشتهيه. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قال: آفاق السماوات نجومها وشمسها وقمرها اللاتي يجرين وآيات في أنفسهم أيضا. إذن المسألة لا تتعلق بالنصر بالقتال وبالجهاد كما تتصور، عند الطبري نفسه أدلة ونصوص أخرى لا تعجبك وتلبس على الناس وتقول للناس كتب الإسلام، علماء الإسلام، ثم تسخر بتلك الابتسامة البليدة. إذن أنت تدلس، تنقل ما تشاء وتترك ما تشاء، تخدم مصلحتك في التضليل. وهذا تجدر الإشارة إليه، إلى أنك أو إلى أن اختلاف تفاسير في هذا يكمل بعضها بعضا. هذه النقطة التي لا تفهمها، التفاسير يكمل بعضها بعضا. إذا كان هناك تفسير يقول بأنه النصر أو بأنه آية كونية، وتفاسير أخرى تقول بأنها أشياء أخرى، فهذا ثراء، هذا غنى، هذه يعني الازدهار في العلم وتوسع في المعرفة. وثم تتساءل يا رشيد كما تساءلت دائما، أين الإعجاز؟ أين كلمة إعجاز؟ أين الإعجاز فيما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتساءل عن اللفظ وتتجاهل المعنى وتتجاهل معنى التحدي. اسمع هذا الإمام العالم الجبل النحرير، الإمام السيوطي، الذي بدون شك سمعت شيئا أنت عن الإمام السيوطي رحمه الله. اعلم أن المعجزة، السيوطي يقول لك، اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، ها وحدة، مقرون بالتحدي، ها جوج، سالم من المعارضة، وما جاء به القرآن الكريم خارق للعادة. الآية اللي احنا معاها، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخره، في ترتيبها، في لغتها، في معانيها، في دقائقها، إلى غير ذلك، خارق للعادة، مقرون بالتحدي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم، هات يلا، فأتوا بصورة من مثله، يلا يا رشيد فأتوا بصورة. أنا تحديتك قبل قليل في كلمة في ذلك في حديث مسلم، وباقي كنسولك أمام الأشهاد ما معنى في ذلك يا رشيد، وقد شرحتها لك، وشرحتها، أنا أذكر أنني شرحتها لك 3 مرات، أعدها من فضلك أمام الناس، ما معنى في ذلك في حديث مسلم. هذا في الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 116. المعجزة أمر خارق للعادة مثل الآية الكريمة، مقرونة بالتحدي مثل الآية الكريمة، سالمة من المعارضة مثل الآية الكريمة. أنت تنفي تسمية الإعجاز العلمي لكنك تأتي بكلام السيوطي نفسه، فأي غباء، أي غباء، أي غباء، أي غباء. جيد، أنا الآن أدعوك للمناظرة في الموضوع الذي يستهويك، هل الإسلام دين سلام؟ أدعوك للمناظرة على رؤوس الأشهاد،
أنا أقبل أن أناظرك في هذا الموضوع، هل الإسلام دين سلام؟ ولنحدد الزمان والمكان، ولكن ولنحدد الجزئيات، لأنك آنفا تحدثت عن الغزوات ساخرا مستهزئا، غزوة بدر اعترضوا الطريق، أش عرفك اعترضوا الطريق ولا ما اعترضوا، ولماذا اعترضوا قافلة قريش؟ هل عرفت لماذا؟ طيب، فلتكن المناظرة بيني وبينك، لا أقول في الغزوات لأن هذا أمر واسع وشاسع، حدد غزوة واحدة لنناقشها قتلا وبحثا ودقة وبيانا للناس كلهم. أنا أقبل أن أناظرك في ما تستهويه، تجيب لي داعش وتجيب لي النصرة وداك الشيء وتلبس على الناس، لا، ابقى معي في العلم وخلك من 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 الإنتاج الإرهابي للفهم الساقط. شيخ فيزازي شكرا لآيات الجهاد. شكرا شيخ فيزازي. ربما لو كان هناك ترتيب لمناظرات أخرى يكون بعد المناظرة ربما أحسن حتى لا يضيع وقت المناظرة. الأخ رشيد، هذه المداخلة الآن ستكون آخر مداخلة لك، تفضل. أولا أنا أقبل مناظرتك في موضوع هل الإسلام دين سلام، واترك نترك هذا جانبا. لما قلت لماذا الطبري؟ لأن الطبري أقدم من القرطبي وأقدم من ابن كثير وأقدم من الرازي، ودائما التفسير الأقرب زمانا ومكانا للقول لأي قول لأي كتاب لأي نص هو الأقرب إلى فهم النص، هذا أول شيء. أما الأقوال، أنا أعرف أن الطبري ذكر أقوالا كثيرة في تفسير الآية، سنريهم آيتنا في الآفاق، لكنه قال بالحرف، وهذا ما لم تدرك، قال وأولى القولين في ذلك، يعني هو يرجح، وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول، وهو ما قاله السدي، يعني فتح مكة و دخول مكة، وذلك أن الله عز وجل وعد نبيه أن يريد مقدمين آيات في الآفاق، وغير معقول أن يكون تهددهم بأن يريهم ما هو ما هم رأوه، بل الواجب أن يكون ذلك وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوا، يعني باختصار شديد، يعني لا يريد أن يقول لهم أريكم آيات في الآفاق، يعني الشمس والقمر والنجوم، هم شايفين الشمس والقمر والنجوم، يريد أن يهددهم بشيء لم يعرفوه بعد كما يقول الطبري، فهو يؤكد على سدي هو الأرجح. فإذا أنت لم تنتبه لهذه الجزئية. نعود إلى موضوعنا، هل أثبت الشيخ الفيزازي أن القرآن معجز فيه إعجاز علمي بخصوص تطور الأجنة؟ لقد فشل الشيخ الفيزازي فشلا ذريعا، لم يجد لنا أي شيء نستطيع أن نقول عنه علم، فكم بالأحرى أن يكون إعجازا، لم يثبت لنا أن بأي شكل من الأشكال استشهد بشخص مسلم غير معترف به عالميا، لا هو عالم ولا هو له أبحاث معترف بها عالميا، شخص مسلم يقول أن الشحنة السالبة والشحنة الموجبة. ممكن آتيك بعشرات المسلمين يمكن أن يدافع عن الحديث، استشهد بعالم، لا تأتيني بزغلول النجار مثلا وتقول لي قال زغلول النجار، زغلول النجار مثلك سيدافع عن الحديث، نأتي بعالم يحلل هل فعلا يوجد في العلم ما يثبت أن ماء المرأة الذي تحتلم به له أي مساهمة في ذكورة الجنين أو في تأنيته أو في شبه، لا شيء من هذا. هل أثبت لنا الشيخ الفيزازي أن الروح أو الحياة تبت في الجنين بعد 42 يوم؟ لن يستطيع أن يثبت ذلك. هل أثبت لنا في أي مرحلة من المراحل يكون فيها الجنين عبارة عن قطعة دم جامد أو عبارة عن قطعة لحم أو عبارة عن هيكل عظمي يكسب اللحم؟ لم يثبت لنا ذلك. كل ما فعله الفيزازي كان يشتم في ويهاجمني، يا سيدي أنا مرتد، أنا تركت الإسلام، لست هاربا على فكرة من أي حكم في المغرب، لا يوجد أي حكم ضدي، لست هاربا، إنما المغرب لا يعطي حرية العقيدة وحرية الدين للأشخاص، وهذا من حقي أن أخاف على نفسي في بلد لا يعطي حرية الدين، لست هاربا من العدالة، وأتحداك أن تثبت هذا الأمر. أما لماذا تركت الإسلام فلهذه الأسباب وغيرها كثير، لأن الإسلام
لا يقدم لنا أي شيء، بل يقدم لنا ما يخالف العلم في الأحاديث وفي القرآن. لم تثبت لنا أن المني يخرج من ظهر الإنسان، لم تثبت لنا أن البويضة تخرج من صدر المرأة، لم تثبت أي شيء. قعدت تدور تلف وتدور حول نفسك وتقول بتعارض الأحاديث وال42 يوم، وفي الأخير لم تقدم أي شيء يثبت إعجاز القرآن، بينما أنا أثبت بالدليل القاطع أن القرآن ردد ما كان يعرفه العرب وما كان يعرفه اليونان، وهي ثقافة خاطئة وما تعرفه العجائز، لكنه لم يقدم علما ولا إعجازا علميا يستحق أن يشاد به. فإذا نحن أمام حقيقة مرة، الحقيقة الصعبة أن القرآن فشل فشلا ذريعا. القرآن ليس فيه علم، بل فيه أخطاء علمية فظيعة. فعلى الشباب أن يتركه، على الشباب أن يفكر في مصيره، أن لا يتشبث ويدافع بدافع الحمية والانتماء للإسلام. كلنا مررنا من هذه المرحلة، لكن أمام الحجة، أمام الدليل، لا ينبغي أن نحابي، لا ينبغي أن نتعصب لعقائدنا، بل أمام الدليل ينبغي أن نقبل الدليل ونقول وداعا للأفكار البدائية، وداعا لتلك الأفكار التي لا زال أصحابها يعتقدون أنها علم، ويخربون عقول الشباب بدل أن يدفعوهم إلى تعلم العلوم الحقيقية، حتى نرقى بطبنا وحتى نرقى بعلومنا ونساير الأمم الأخرى، لا أن نبقى متخلفين نداوي ببول البعير وبالحبة السوداء شفاء من كل داء، ونتبع أمثال الشيخ الفزازي الذي لن ينفعنا في شيء، لم ينفع حتى نفسه، فكم بالأحرى أن ينفع الشباب. اتركوا خطباء الجمعة، اتركوا رجال الدين، فإنهم يضحكون عليكم ويبيعونكم الوهم، لن يقدموا لكم أي شيء. لذلك أنصح كل الشباب أن يبحثوا بجد واجتهاد. اليوم كل شيء متوفر في الانترنت، لا يحتكر الشيوخ المعرفة، ابحثوا بأنفسكم عن تفاسير هذه الآيات، الآيات التي ذكرناها في هذه المناظرة، وسترون أن رشيد كان عنده الحق وليس الشيخ الفزاز. شكرا أخ رشيد. أضفت للأخ رشيد دقيقة تقريبا، فممكن يأخذها الشيخ في مداخلته الأخيرة. الشيخ محمد الفزازي معك اللاقط، ولك مداخلة من 5 دقائق، وممكن تضيف دقيقة أو دقيقة ونصف، لا بأس، وتكون هذه آخر مداخلة لك، تفضل. لقد ختم رشيد هرطقاته بالدعوة إلى التنصير والكفر والخروج من الإيمان. هيهات، أنت تضرب على حديد بارد. أنت الآن في هذه الحلقة عريت سوءتك للناس، لن يتبعك أحد، صدقني. أنت أثبتت بالدليل القاطع، ليس حججا علمية وما إلى ذلك، أثبتت بالدليل القاطع أنك جاهل موغل في الجهل. واحد، تقول بأنك اخترت ابن جرير الطبري لأنه الأقرب زمانا ومكانا، جميل، لكنك تنتقي من ابن جرير الطبري الذي هو أقرب زمانا ومكانا، فأنت كذاب مدلس. لماذا لم تنقل من جرير الطبري، ابن جرير الطبري، ما لا يروقك مما طرحه من علم؟ أنت فشلت في فهم الإعجاز، أنت الذي فشلت في فهم الإعجاز، ولم تفهم ما طرحته عليك من علم. تكرر وتجتر كالبقرة كالشاة تجتر ما تقول، وعدت 1000 مرة إلى تحديد جنس الجنين. عاود نقرأ لك، ماناش مثالي. إذن أنت لا تفهم، سير تقرأ واجي تفهمني. ما معنى علم؟ دائما أنت يا رشيد تدندن علم علم وتتشدق بعلم. ما معنى علم؟ ما معنى علم؟ أنت اللي كتشدق بالعلم. لم تحديتك 1000 مرة في هذه المناظرة تشرح لنا غير كلمة في ذلك، وأنت الآن في موقف لا تحسد عليه. يا رشيد الفزازي قال لك 1000 مرة شرح في ذلك، ولو مكلخ. العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، أي شيء، الشيء أنكر النكرات. العالم عندك هو الذي ينكر الحديث، العالم عندك هو الذي ينكر القرآن، العالم عندك هو الذي يغرق في الخمور والدعارة، العالم عندك هو الذي يكفر برب العالمين. هذا عالم. إذا كان شخص ما غير مسلم وقال ما قال، هذا عالم. إذا كان مسلما وقال بحثا علميا أو كذا،
فهذا ليس بعالم. فإذا المعيار عندك أهو مسلم أم غير مسلم؟ وأتحداك أن تفعل مع اليهود معشار ما تفعله مع المسلمين. أتحداك يا رشيد، أتحداك أن تفعل مع اليهود ما تفعله مع المسلمين معشار، لأنك لا تستطيع، لأنك تعرف أن اليهود غيقطعوا لك العصب ديال رجلك، لأنك تعيش على بركتهم. هل أعيد لك جمال حمدان حسني؟ لماذا تطرح عليه السؤال لترغمني لأعيد عليك نفس الجواب؟ المغرب لا يعطي حق الحرية الدين، الله أكبر. ماذا يفعل اليهود عندنا في المغرب؟ اليهود قبل العرب، قبل المسلمين في هذه البلاد. هل رأيت المملكة المغربية تشنق يوما يهوديا؟ أو تسجن يوما يهوديا؟ أو تضرب يوما يهوديا لأنه يهودي؟ يا رشيد، اليهود في المغرب لربما لهم امتيازات ليست لي أنا كداعية إلى الله، لتعلم سماحة الإسلام، لتعلم سماحة الإسلام في هذه المملكة الشريفة التي أنت فار منها، فار من شعبك وفار من دولتك وفار وتعيش على فتات النصارى. تحدثني الآن عن حرية البلد، حرية المغرب. المغرب واحة للحرية، واحة للسلام. اسأل السياح الذين يأتون، المغربي يفتخر أن يدخل بيته نصرانيا أو يهوديا، يفتخر ويقول لأصدقائه والله لقد تعشى أو تغدى عندنا أحد السياح من ألمانيا أو فرنسا وما شابه. تتحدث، نحن لا نقبل خيانة الدين كما خنت أنت دينك، وخنت أباك وخنت أمك وخنت أهلك. أيها الخائن لأسرتك، أبوك يلعنك. أنت لم تستطع أن تقنع أباك وأمك وإخوانك، ثم تعيش على فتات النصارى لتروج الأباطيل، لتلبس، خذ من هنا ومن هنا، هكذا نتف، تقطع الكلام من سياقي عن سابقي عن لاحقي، وتقدم للناس بتلك الابتسامة الساخر: أنا لك يا رشيد بن مرصاد لن أقف عند مناظرتك عن الإسلام دين سلام، سأناظرك حتى يأخذ الله أجلي أو أن يأخذك الله. وأظن أنك تتهرب أيضا من بعض الشخصيات الإسلامية الرائعة، لأنك تقول والله ما همش مشهورين وكذا. أحد نسيت اسمه دعاك للمناظرة ففررت منه لأنه متخصص في مقارنة الأديان. وأنا أريد أن أناظرك أيضا في المرأة بين الإسلام والنصرانية، وأريد أن أناظرك في جزئيات هذا الموضوع، لأن المرأة في الإسلام والنصرانية شيء عظيم وكبير جدا. أبو عمار يقول أخي، أبو عمار دعاك للمناظرة وفررت، إنه غيبهدلك، إنه غيخزيك، غيعريك. لو تختم، ولكن إذا أصلا إذا رفضت فأنا لك بالمرصاد، أنا لك بالمرصاد، سأعلمك كيف تؤكل الكتف ومن أين تؤكل الكتف. شكرا شيخ الفزازي، شكرا، والسلام على من اتبع الهدى. طيب جميل، إذن هنا تنتهي المناظرة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ رشيد وللشيخ محمد الفزازي على ما قدمه لنا. شكرا لكل من تابع المناظرة، أمسية أو ليلة سعيدة للجميع، تحياتي.